بسم الله الرحمن الرحيم. يا صباح الخير على حضراتكم الأربعاء 4 أكتوبر 2017. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هيكون عندنا فقرة يمكن ملهاش علاقة خالص بالسياسة، ملهاش علاقة بالاقتصاد، ملهاش علاقة ببطاقة التموين، ملهاش علاقة بأسعار فواتير الكهرباء اللي بقينا كلنا بنتكلم عنها اليومين دول، ملهاش علاقة بحاجات كتيرة جدا متعلقة بأمور مادية في حياتنا، لكن بنعتقد والله تعالى أدرى وأعلم إن هي متعلقة بما هو أهم من أمور مادية، من فواتير وأسعار وحاجات كتير، متعلقة بتهذيب الأخلاق، متعلقة بإحياء وإعلاء القيم الإنسانية الجميلة اللي طبعا ما اقدرش ابدا يعني اطلع على الهواء قصاد ملايين المشاهدين واقول ان احنا افتقدناها، لكن للاسف في كثير من الاوقات كتير مننا ممكن يكون تناساها، او وسط زحمة الدنيا، وسط المشاكل، وسط الهموم، وسط قلق وتوتر يومي بيقابلنا كلنا، ممكن تكون القيم دي ما بقيناش مركزين فيها قوي زي زمان. النهاردة إن شاء الله هيكون لنا هذا اللقاء الخاص جدا. لو تفتكروا كان معنا من فترة فضيلة الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والحقيقة تواصلكم معنا وكمل التليفونات اللي جالنا وكمل الرسائل اللي جات لنا، ووعدناكم في نهاية الفقرة قلنا إنه بإذن الله سيتجدد اللقاء بفضيلة الشيخ، والنهاردة بإذن الله بنوفي بهذا الوعد، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله هيكون ده لقاء شهري نخصص حلقة كاملة للحديث عن أمور ومناحي كثيرة جدا متعلقة بحياتنا. النهاردة فكرنا إنه من القيم الإنسانية المهمة جدا هي جبر الخاطر، والحقيقة مفيش أكتر في العالم من المصريين اللي حتى استخدمنا من أيام جدودنا وجدود جدودنا، اتكلمنا قوي عن القيمة دي واتكلمنا قوي عن المعنى ده جبر الخواطر، ودايما من دعوينا كده لبعض روح يا شيخ إلهي ربنا يجبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطري، يعني دي دعوة حتى احنا كتير جدا مننا بيقولها. جبر الخواطر من الأخلاق الحميدة اللي بيدعو إليها الإسلام قرآنا وسنة. جبر الخواطر لازم نتمسك بيه ولازم نحافظ عليه، لكن لازم نفهم الأول إنه جبر الخواطر ده عبادة، عبادة بيتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ويتقرب بها العبد إلى أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويتقرب بها العبد إلى أفعال وأعمال الصحابة الصالحين رضوان الله تعالى عليهم. كانوا كلهم الحقيقة قدوة، يعني بالصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفيما بعد كانوا قدوة، إزاي يجبروا بخواطر بعض، إزاي يجبروا المكسور. جبر الكسر ده مهم جدا، جبر الكسر ده يعني إعادة الشيء صحيحا مرة أخرى، إعادة الشيء المعنوي صحيحا مرة أخرى. الإنسان بيلجأ الله سبحانه وتعالى طالبا جبر كسره، سواء في بدنه أو في ولده أو في دينه أو في غيره من أمور الحياة. أي حاجة عندك إحساس إن فيها خلل حصل، أي حاجة عندك إحساس إنه طالتها عوامل التعرية والتجوية والتعرية على مدار السنوات وإنها تأثرت وإنه بقى في شوية تراب كده جاي عليها، على طول ارفع إيدك لربنا وقول له يا رب أجبر بخاطري، أجبر كسري في الحاجة دي، في الرزق، في العمل، في الهموم اللي بقينا يعني أغلبنا متكلبة عليه في العصر اللي احنا عايشين فيه، في ابنك، في تربيتك لابنك، لبنتك، لكل حاجة. السلف الصالح كانوا ليهم دعوة جميلة قوي، اللهم اجبر كسري في ولدي، واجبر كسري في تجارتي، واجبر كسري في زوجتي، أو اجبر كسري في زوجي. دي فقرتنا الرئيسية النهاردة إن شاء الله. وعايز أقول لحضراتكم إنه لما نزلنا بكاميرا صباح دريم سألنا الناس في الشارع، وجه سؤال إلى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لو تشوفوا عشرات الأسئلة اللي جات، اللي هنحاول طبعا على قد ما نقدر فرغنا الأسئلة عشان ما تضيعش مننا، وإن شاء الله هنتوجه بيها لفضيلة الشيخ أسئلة كتيرة جدا بتدل إنه المصري، المواطن المصري عنده نهم، نهم غير طبيعي إنه يسأل في الدين ويسأل أقرب من ربنا إزاي. دي أمور مهمة جدا، ودائما وأبدا نفكر ونذكر إنه مفيش حاجة اسمها في الدين سؤال تافه، مفيش حاجة اسمها يا عم حد يسأل سؤال زي ده، معقولة في 2017 بنسأل كده ولا كده؟ لا، انت ممكن تعترض على نائب في البرلمان طالع عايز يفجر قضية مثلا ليها علاقة بختان وزواج قاصرات ومعرفش مين، فتنتقد وتقول له ده مش وقته. لكن ان مواطن انسان بيسأل بيقول هو صح ولا غلط ان انا اعمل كده، هو ازاي اقرب من ربنا عن طريق الحاجة الفلانية، هو ازاي حتى اجبر بخاطر جاري او زميلي في الشغل او جوزي او ابني او امي او جدي او ايا كان، ده عمره ما فيها صح وغلط، ده فيها انك انت عايز
تقرب لربنا سبحانه وتعالى، ويا رب ربنا يجعلنا كلنا سبب في جبر خواطر بعض بإذن الله. النهاردة هنفتح الاتصالات إن شاء الله، وهتكون دي رسالتنا الأساسية في الفقرة، لكن ده مش معناه ان احنا مش هنتطرق لامور تانية كتيرة مع امين الفتوى بدار الافتاء المصرية الدكتور خالد عمران. لكن الحقيقة عندنا كمان مجموعة كبيرة بقى من الاخبار السياسية. احنا عارفين ان دايما السياسة ثقيلة جدا، والسياسة كتير قوي ما تبقاش مفهومة، وناس كتيرة بقى لها كام يوم بتخبط كف على كف وتقول لك هو في ايه، هو ده جنب ده ازاي، وده مع ده ازاي، وده يعني هي سياسة كده على مدار التاريخ كله. السياسة عمرها الحقيقة ما كانت مفهومة، حتى الاهل السياسة نفسهم احيانا تحس ان في حاجات مش مفهومه فيها. لكن في كل الاحوال في خطوه جديده على مشوار المصالحه الفلسطينيه. الحقيقه انه حصلت او حدثت بالامس منذ ان تم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهوريه مصر العربيه. الحقيقه انه انجز انجاز كبير جدا، ويعني ثمنوه ليس فقط أطراف القضية الفلسطينية، ولكن العالم كله الحقيقة بيثمن هذا الدور اللي بالأمس كان متوهج للغاية، فكرة أن تجد فتح وحماس والفصائل الفلسطينية متوحدة على طاولة واحدة من المفاوضات، فكرة نزع فتيل الأزمة، فكرة بدايات لعودة المياه إلى مجاريها مرة أخرى، والعودة إلى الحديث عن عودة غزة إلى صلب الجسد الفلسطيني مرة أخرى. بنعتقد أنها أمور مهمة جدا. طبعا الرئيس قدم رسالة مسجلة لحكومة الوفاق الفلسطينية أكد فيها أنه مصر كانت دوما الداعم الرئيسي لتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني برغم كل التحديات الجسيمة اللي بتواجهها القضية الفلسطينية، كانت وما زالت الحقيقة بتواجهها، وأنه دائما وأبدا القضية الفلسطينية بتأتي في مقدمة أولويات مصر. تعالوا نطلع مع بعض نتذكر هذه الكلمة مسجلة اللي امبارح في الاجتماع كانوا كل الأطراف قاعدين في غزة بيستمعوا إلى هذه الكلمة التي وجهها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كافة الأطراف والفصائل الفلسطينية وحكومة الوفاق التي تم تشكيلها بالأمس، وتم اجتماع الأول الرسمي لها في غزة حكومة الوفاق الفلسطينية بالأمس. هنسمع مع بعض هذه الكلمة ونرجع نتحدث عن مزيد من الأخبار المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتطور في هذا الملف، وناخد معكم مجموعة أخبار تانية. تعالوا نطلع نسمع هذه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات أعضاء حكومة الوفاق الوطني، أتوجه إليكم في هذا اليوم التاريخي المشهود بكل التحية والتقدير، متمنيا لكم النجاح والتوفيق في تحقيق الآمال التي يتطلع إليها الشعب الفلسطيني وكافة الشعوب العربية في إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة. إن مصر كانت دوما رغم التحديات الجسام التي تواجهها الداعم الرئيسي لتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، وكانت القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات مصر، سواء خلال لقاءاتي مع زعماء العالم أو من خلال مشاركة مصر في كافة المحافل الدولية. واليوم دعوني أقول لكم إن العالم بأسره يترقب جهودكم لتحقيق الوفاق بين أطياف الشعب الفلسطيني، ويثمن إصراركم على تخطي كافة العقبات التي أدت إلى التنافر والانقسام. إن لدي إيمانا كاملا بأن الاختلافات بين مكونات المجتمع الفلسطيني يجب أن يتم حلها داخل البيت الفلسطيني بدعم ومساندة من الأشقاء العرب، مع عدم قبول تدخل أي قوى خارجية في هذا الشأن. ولعل تجربة السنوات الماضية قد أثبتت لنا أن الجميع خاسر من الانقسام، ولم يستفيد إلا القوى التي استغلت الموقف لتحقيق أهدافها في استمرار التطرف بين بعض الفصائل الفلسطينية. الأخوة والأخوات، إنني على ثقة في إدراك القيادات الفلسطينية لحساسية هذه المرحلة وأهمية التلاحم فيما بينكم لتحقيق الوحدة اللازمة للانطلاق نحو الأهداف والغايات القومية للشعب الفلسطيني البطل. ولقد حرصت على إفادة السيد رئيس المخابرات العامة لحضور هذه المناسبة تأكيدا لحرص مصر
على تقديم كافة أشكال العون والمساندة لإنجاز المهمة التي نتطلع لأن تكون نواة حقيقية لترتيب البيت الفلسطيني من الداخل. وأؤكد لكم أن دعم مصر لمسيرتكم نحو التوافق والوحدة لن يتوقف بإذن الله، وستجدوننا بجانبكم على الدوام. الأخوة والأخوات، لقد أعلنت مرارا وتكرارا أن هناك فرصة سانحة لتحقيق السلام في المنطقة، شريطة تضافر جهود كافة الأطراف، وأؤكد أننا يجب أن نتعاون جميعا لتأكيد صدق توجهات الشعب الفلسطيني نحو تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة واستعادة حقوقه المشروعة. إن تهيئة المناخ أمام توفير حياة كريمة وآمنة لكافة شعوب المنطقة يجب أن تكون في مقدمة أهدافنا، وإنني على ثقة بأن القوى الكبرى في العالم عندما ترى الأطراف الفلسطينية على وعي كامل بطبيعة المرحلة وبأهمية الحوار لتحقيق هدف السلام ستساعد على تحقيق هذا السلام الشامل في المنطقة بما يلبي تطلعات شعوبنا إلى الاستقرار والازدهار والتنمية. وأؤكد للجميع أننا لا نملك وقتا لنضيعه، وأن التاريخ سيحاسب من يتسبب في إضاعة الفرصة الحالية لتحقيق السلام. وأخيرا، فإنني أتوجه مجددا بالتحية الصادقة للشعب الفلسطيني بكافة فصائله وأطيافه، وأؤكد أن مصر كانت ولا تزال وستظل عاقلة العزم على تحقيق نقلة نوعية في مسيرة الشعب الفلسطيني نحو المستقبل الأفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة انه كمان كلمة الوزير خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية كانت له يعني كانت كلمة مهمة جدا، اكد فيها انه التحرك المصري في ملف المصالحة الفلسطينية جاء انطلاقا من الثوابت والقناعات التي تؤمن بها الدولة المصرية باكملها على مدار تاريخ ومراحل القضية الفلسطينية اللي بتمثل ركن اساسي من دعائم الامن القومي المصري. وكان في كلمته كمان الوزير قال انه طبعا في كلمته في اجتماع مع حكومة الوفاق في قطاع غزة أكد ثقته بإدراك جميع القيادات الفلسطينية أن الوضع في المنطقة العربية وما شهدته المنطقة من اضطرابات وتحولات خطيرة خلال السنوات الأخيرة بتنذر بضياع فرص حالة يعني أو فكرة نصرة القضية الفلسطينية إذا لم يتم استغلال الظروف الحالية. وكان بيتكلم كمان انه لا يغيب عن اذهاننا ما تقوم به بعض الاطراف لعرقله التوصل الى الوفاق الفلسطيني تحقيقا لاهداف متعارضه مع قيم السلام والتنميه في المنطقه. الكلمه كانت مهمه جدا الحقيقه. عاشو كلمه جاهزه معانا يا شباب؟ طيب تعالوا ناخد مع بعض جزء من او ناخد كلمه الوزير خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامه المصريه، ونرجع لانه عندي رابطه كده سريعه عايز اعملها بين ما ذكره الوزير عن ان هناك بعض الاطراف التي كانت طول الوقت تحاول تعطيل اي تقدم في القضيه الفلسطينيه، وبين تصريح ذكره بالامس اسماعيل هنيه، تصريح اعتقد انه مهم جدا. نشوف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة القادة الفلسطينيين، السادة الحضور، يسعدني أن أكون بينكم اليوم داخل الأراضي الفلسطينية. وفي البداية أنقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنيات سيادته أن يكون هذا المحفل نواة حقيقية لإنهاء الانقسام الفلسطيني. وأؤكد لحضراتكم أن إيمان السيد الرئيس بضرورة قيام الجميع بتحمل مسؤولياته لإنجاز الأهداف المنشودة كانت دافع لتكليفي بالقيام بهذه الزيارة وعدم الالتفات لكافة التحذيرات التي تحدثت عن مخاطرها، وذلك ارتباطا بقناعة سيادته الراسخة بأهمية الدور الذي تسهم به مصر في ترتيب البيت الفلسطيني. إن التحرك المصري في هذا الملف جاء انطلاقا من الثوابت والقناعات التي تؤمن بها الدولة المصرية بأكملها على مدار تاريخ ومراحل القضية الفلسطينية، والتي تمثل ركنا أساسيا
في دعائم الأمن القومي المصري. إننا على ثقة بإدراك الجميع أن الوضع في المنطقة العربية وما شاهدته من اضطرابات وتحولات خطيرة خلال السنوات الأخيرة تنذر بضياع فرص حل القضية الفلسطينية، إذ لم يتم استغلال الظروف الحالية، ولا يغيب عن أذهاننا ما تقوم به بعض الأطراف لعرقلة التوصل إلى الوفاق الفلسطيني تحقيقا لأهداف المتعارضة مع قيم السلام والتنمية في المنطقة. ويتعين علينا جميعا التكاتف والتجرد وتنحيت أي نوايا تتناقض مع مصالح الشعب الفلسطيني. إن الشعب الفلسطيني الذي عانى كثيرا على مدار سنوات طويلة ومن حرمانه من حقه في التطلع إلى غد أفضل يحصل فيه على أبسط حقوقه الإنسانية، لن يغفر أي تقاعس من بذل الجهود لتحقيق مطالبه العادلة. الإخوة الحضور، إن مصر بكافة مؤسساتها على استعداد لبذل كل الجهود الصادقة لدعم مسيرة التلاحم الفلسطيني ووضع آلية واضحة لإنجازات متطلبات المرحلة الراهنة، ونحن حريصون على مشاركة جميع الفصائل الفلسطينية في تلك الجهود، وليس خافيا على أحد أن هناك أخطارا تحيط بنا، منها تنامي الأنشطة الإرهابية والمتطرفة ومخططات تقسيم الدول والشعوب، الأمر الذي يتطلب وجود دول ومؤسسات قوية لمجابهة تلك الأخطار، خاصة محاولة بعض التنظيمات الإرهابية اتخاذ القضية الفلسطينية ذريعة لأعمالها رغم ثبوت عدم قيامها بأي جهود لصالح تلك القضية. السادة الحضور، ليس لدينا أي شك في أن الأطياف الفلسطينية المختلفة واعية ومدركة لحرص مصر على دعم المصالح الفلسطينية بكل نزاهة وصدق، وقد صدرت تعليمات واضحة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقائمين على هذا الملف ببذل قصارى جهدهم للمساهمة في عودة التلاحم الفلسطيني. وأؤكد لكم جميعا أننا سنكون بجانبكم على الدوام مساندين لأي جهود مخلصة تقومون بها لتحقيق أمال الشعب الفلسطيني. وفي نهاية حديثي أتوجه بخالص الشكر والتقدير لقيادة السلطة الفلسطينية وحركة حماس ومختلف الفصائل على تجاوبها مع التحرك المصري وما كنا على ثقة بحدوثه، كما أجدد الإعراب عن شعوري بالسعادة الغامرة بوجودي بينكم، وأتطلع أن تأتي لقاءاتنا القادمة بإذن الله وقد حققنا آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الأبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أستأذن حضراتكم، أنا معايا رسالة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلو ممكن نبسها، وأنا لو بعد إذنكم عايز أقول كلمة. عايزين نستفيد من هذا الرجل، قيمه، مبادئه، أساسها السلام والتنمية. مهم جدا ان احنا نتعاون معاه، مهم جدا ان احنا نخليه يقدر ويوصل لأهدافه، وهنسمع الكلمة دلوقتي وحضراتكم هتتأكدوا. وشكرا. طيب، اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أكد، وده التصريح اللي بقوله لحضراتكم، أنه في ربط مباشر الحقيقة، وفي يعني ليه علاقة كبيرة جدا بالمشهد دلوقتي وما يعني تم التوصل إليه في ملف القضية الفلسطينية. نفى وجود أي علاقة بين الحركة وجماعة الإخوان ودولة قطر. حتى امبارح كانوا الناس كلها يعني رأي في الشارع كان بيقول انه في تبرؤ واضح من او يعني حماس بعت الاخوان او حماس بعت قطر او ايا كان المصطلحات ايه، دي في النهاية التصريحات الرسمية. كان بيقول انه ليس لنا اي امتداد تنظيمي خارج حدود فلسطين، وانه احنا حركة تحرر وطني فلسطيني، وان حماس بتعمل داخل فلسطين من اجل الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعات واهداف شعبنا في دحر الاحتلال وتحرير الارض وعودة شعبنا الى ارضه ودياره التي هجر منها.
في لقاء تلفزيوني بقى كان بيتكلم على جزئية مهمة جدا، كان بيقول انه يعني اعاد نفس الكلام تاني، وانه حماس ملهاش امتدادات تنظيمية مع اي مكون من المكونات في المنطقة، لكن الحركة كونها يعني رأس الحربة لمشروع المقاومة داخل ارض فلسطين فليها محبون كثر في الأمة. وبيقول انه اعتقد ان القضية الفلسطينية ما زالت تتربع على قلوب الشعوب العربية والإسلامية باعتبارها قضية محورية وقضية الأمة، وانه مركزيا حماس ملهاش تواجد أمني أو عسكري في مصر أو أي دولة عربية أخرى، لأنه حماس فلسطينية التوجه بحسب كلام إسماعيل هنية، وأنها تعمل من أجل القضية الفلسطينية، وأنه قيادتها وقواعدها وأجندتها فلسطينية. نذكر أنه هذا تصريح إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. خلونا ناخد معنا اتصال يا شباب، ما ناخد هاتفيا المستشار محمود الهباش مستشار الرئيس وقاضي القضاء الفلسطيني. سيادة المستشار صباح الخير يا فندم، واهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، صباح الخير. يعني بعد يعني اليوم هو اول يوم، وهذا هو اول صباح يعني يستنشق هواءه الفلسطينيون في قطاع غزة بعد اجتماعات الامس التي تابعها الملايين حول العالم. حدثنا عن الوضع الان في غزة، حدثنا عن رؤيتك للمشهد، كيف تراه الان؟ اول اجتماع لحكومة الوفاق الفلسطينية، الجميع بجميع الفصائل جلس على مائدة مفاوضات واحدة بالامس، يعني كيف ترى المشهد الآن سيادة المستشار؟ يعني الحمد لله ما تحقق هو خطوة كبيرة وخطوة في غاية الأهمية والضرورة للقضية الفلسطينية، أن نستعيد وحدتنا وأن ننهي أو نبدأ الخطوة الأولى بإنهاء الانقسام. هذا إنجاز كبير يتحقق، وأمل كبير عاشه الشعب الفلسطيني منذ أن بدأت هذه المرحلة منذ 10 سنوات، ونحن نتمنى هذه اللحظة، نتمنى أن نصل إلى رؤية نهاية كاملة للانقسام الذي وقع في المشهد الفلسطيني. هذه الخطوة هي خطوة مهمة، علينا أن نبني عليها وأن نكمل مسيرة إنهاء الانقسام بالكامل لنصير إلى توحيد المؤسسات الفلسطينية، توحيد الأرض الفلسطينية، توحيد الموقف السياسي الفلسطيني، على الرغم من حقيقة وجود اختلافات سياسية بين الفرقاء الفلسطينيين، وهذا أمر طبيعي وأمر صحيح لا نعترض عليه ولا نخشى، ولكن من حيث الموقف السياسي العام، من حيث المؤسسات الفلسطينية، من حيث الجهد الفلسطيني، يجب أن يكون موحدا تحت مظلة واحدة هي مظلة دولة فلسطين والسلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. علينا أن نستمر وأن ننظر إلى الأمام، ونحن ندرك أن أمامنا الكثير لنفعله، وأمامنا الكثير من المهمات الثقال التي ينتظرها منا الشعب الفلسطيني. طيب اسمح لي في السؤال الأخير سيادة المستشار، الآن الكل يتساءل ماذا بعد، ما هي الخطوة القادمة؟ يعني خلاص احنا تابعنا على مدار الأيام الماضية يعني حتى التسلسل الزمني ووصول الوفود وبدأ يعني حتى منذ ما قبلها بأيام كثيرة، منذ المفاوضات هنا في القاهرة، منذ مجيء حماس وفتح وبداية المفاوضات، كل هذا تابعناه. الآن المواطن العربي المهتم بالشأن الفلسطيني يتساءل ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ علينا أن نواصل العمل. نحن وضعنا اللبنة الأولى، وضعنا الخطوة الأهم، الخطوة الأكبر، وهي أن تدور عجلة المصالحة وأن تدور عجلة إنهاء الانقسام. وها هي قد دارت، وها هي المسيرة قد بدأت، علينا أن نكمل المشوار. نعم. نكمل ما يجب علينا ونصل في نهاية المطاف إلى ما نريد، وهو استكمال إنهاء الانقسام واستكمال المصالحة. طيب بمناسبة الحديث عن استكمال العمل واستكمال المشوار، ماذا عن الجانب الإسرائيلي أيضا؟ يعني البعض يشير إلى يعني قبول أو صمت من الجانب الإسرائيلي للتطورات التي شهدتها المحادثات الفلسطينية أو الحوار الفلسطيني الفلسطيني. البعض بالأمس ربما بعض التحليلات انطلقت علينا تؤكد أن هناك رفض من الجانب الإسرائيلي أو هناك ترحيب، يعني بنسمع حتى وصلنا أن احنا بنسمع أخبار عكس بعضها. فماذا عن النقاش و يعني فتح المحاور الأساسية للنقاش لبدء هذا الاستكمال المشروع اللي حضرتك بتتكلم عليه واستكمال العمل مع الجانب الإسرائيلي سيادة المستشار؟
من حيث المبدأ لا شأن لإسرائيل في المصالح الداخلية الفلسطينية. من ناحية المبدأ ولكن عمليا لا شأن لإسرائيل به ولا علاقة لإسرائيل به. ربما تحاول إسرائيل أن تضع قبائل، ربما تحاول أن تضع عراقيل، ربما إسرائيل تشعر بالقلق من المصالح الفلسطينية، لأن وجود الانقسام، واقع الانقسام هو الوقفة الذهبية لإسرائيل، هو الوضع المثالي بالنسبة لإسرائيل أن يكون هناك انقسام فلسطيني، وبالتالي لا يكون هناك إمكانية لقيام دولة فلسطينية، لأننا دائما كنا نقول لا دولة فلسطينية بدون غزة ولا دولة فلسطينية في غزة. فها هي غزة تعود إلى المظلة الفلسطينية. معنى ذلك أن الذريعة الإسرائيلية أو الذرائع الإسرائيلية قد سحبت. إسرائيل ربما تكون غير سعيدة بتحقيق المصالحة، لكن هذا لا يعنينا في شيء. ما يعنينا هو مصلحة شعبنا، ما يعنينا هو أننا نمارس قناعتنا الأكيدة بتحقيق المصالحة وتحقيق الوحدة، وهذا ما يجب أن نبني عليه وهذا ما يجب أن نوقف. ولكن أيضا المرونة في الممارسة من الجانب الإسرائيلي والتعاطي مع يعني المصالحة الفلسطينية، أعتقد أنها تعنينا ولو بعض الشيء سيادة المستشار، وإلا لما كنا يعني نهتم فيه على مدار تاريخ الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية بفكرة الحديث إلى الجانب الإسرائيلي. يعني في النهاية التهدئة من الطرفين والتوصل أو محاولات التوصل إلى حلول تهدئة والمطالبة بالعودة إلى حدود 67، يعني كل هذه أمور مرتبطة مع بعضها البعض بكل تأكيد. ولذلك نحن حرصنا على أن يكون هناك وحدة وطنية ومصالحة فلسطينية، من أجل أن نقف جميعا في نفس الخندق في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وفي الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل القبول بمرجعيات عملية سلام حقيقية تفضي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية. نعم. إسرائيل بالتأكيد هي لاعب في المنطقة، ونحن لن ندفن رؤوسنا في الرمال ونقول إنه إسرائيل غير موجودة. لا، إسرائيل موجودة، بإمكانها أن تخرب، وهي الطرف الذي نتفاوض معه من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. نعم، بشكر حضرتك جزيل الشكر سعادة المستشار محمود الهباش مستشار الرئيس وقاضي القضاء الفلسطيني. امبارح كان في تعليق زي ما قلنا، زي ما قرينا دلوقتي نص تصريح او تعليقات اصدار يعني قالها اسماعيل هنية، كان من ضمنها انه قال كلمة اعتقد مهمة جدا، قال انه بنوعد الشعب المصري انكم مش هتشوفوا مننا الا كل خير. نعد المصريين انهم لن يروا من حماس الا الخير. روح ربنا يجبر بخاطرك، نتمنى إن شاء الله بإذن الله، ندعو بإذن الله يعني، أو ما نشوفش حاجة خالص يعني مش مهم، يعني مش مهم، بس ما نشوفش الشر يعني مش مهم، لو الخير اتأخر شوية مش قضية، احنا تمام زي الفل، ما نشوفش بقى حاجة تانية، نتمنى إن شاء الله. عايز أقول إنه منذ قليل وده خبر عاجل، الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول. طبعا بيبقى ده يعني نوع من المراسم اللي بتتم كل عام إبان الاحتفال بأعياد أكتوبر المجيدة. كل سنة وحضراتكم طيبين. إذا الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول، كان هذا منذ قليل. الرئيس كمان استقبل امبارح الثلاثاء، وده خبر مهم جدا، البطريرك ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وسائر إفريقيا. حين السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أكد أن الرئيس رحب بغبطة البطريرك، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتعزيز قيم المحبة وقبول الآخر والتعايش بين الديانات المختلفة. الرئيس استعرض كمان ما تتخذه مصر من خطوات لترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة ونشر التسامح، وأنه ضرورة البناء على القواسم المشتركة اللي بتنطلق منها الديانات السماوية، بالإضافة إلى تدعيم جهود التصدي للتطرف. وأنه يعني غبطة البطريرك الحقيقة كان خلال هذا الاجتماع أيضا أعرب عن تقديره للقائه بالرئيس، و
تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مشيرا بدور مصر المحوري في المنطقة وكل جهود مصر اللي بترمي إلى استعادة الأمن والاستقرار. وتمن كمان الحقيقة البطريرك ثيودوروس الثاني قوة النسيج الوطني المصري وحرص الدولة على تعزيز قيم المواطنة والانتماء الوطني بين كافة أبناء الشعب دون أي تمييز. حقيقة أنه كلمة الرئيس كانت مهمة جدا، الجزئية المتعلقة أن احنا لازم ناخد بالنا من الحاجات المشتركة ما بيننا في الأديان السماوية، دي مهمة جدا، فكرة انه لازم نشوف الحاجات المشتركة اللي في الأديان السماوية. انا بعتقد ده رأي متواضع جدا يعني كمواطنة، انه الاساس المشاكل الدينية او الحروب التي تقوم على فتن دينية او اختلافات او ان احنا بنبص احنا مختلفين لبعض فيه، ما بنبصش احنا متفقين مع بعض فيه. يعني من الاخر كده مسلم ومسيحي، الاختلاف انه انت مش مؤمن ان المسيح هو الله، فالمسلم اختلافه مع المسيحي انه باصص على ما هو المسيح مش ابن الله، لان الله سبحانه وتعالى واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. احنا طول الوقت باصين على الاختلاف في العقيده، الاختلاف في الاساس العقيده اللي ما بيننا، ولكننا لا ننظر بما يكفي لكل ما هو كومن او شائع او نتشارك فيه في الاديان السماويه، اللي هي على فكره اللي هي كلها قيم واحدة، اللي هي السلام والمحبة والعدل والإيمان والتقوى والإيثار والإخلاص والنظافة وكل القيم الجميلة اللي في الحياة هي الموجودة في أو هي دعائم الأساسية للأديان السماوية الثلاثة، اللي من ضمنها جبر الخواطر ده بالمناسبة الشديدة، وهنتكلم عنها إن شاء الله. خليني أقول كمان أن من الأخبار المهمة، ندخل بقى يا شباب في الأخبار المتعلقة على طول بالملفات، مش عايزين نتأخر عشان نلحق. عندنا طب ناخد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، امبارح الثلاث كان عنده لقاء مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تابع فيه كل الجوانب اللي هي متعلقه بسير العمليه التعليميه. احنا بقالنا حوالي 12 13 يوم على بدايه الدراسه، فكان يعني قعد امبارح معايا، عمل اجتماع امبارح معايا بيتكلموا على العمليه التعليميه ماشيه ازاي في كل المحافظات. طبعا رئيس الوزراء ادى التوصيات بتاعته انه لازم نتابع ضمان انتظام العمليه التعليميه في مختلف المدارس، انه لازم نتاكد من سير اعمال تجهيز المنشات وفق البرامج الزمنيه المحدده، وانه الوزير خلال اللقاء يعني قدم كمان زي تقرير بيتكلم فيه عن الاجراءات الخاصه ببدء الدراسه بالمدارس اليابانيه وتجهيز المنشات، وانه في خطه للوزاره في التوسع في اتاحه مزايا هذه النظم التعليميه بصوره اوسع. الحقيقه انا في منتهى السعاده انه شايفه فرحه واهتمام حتى لو بالسؤال عن التعليم الياباني والمدارس اليابانية من أولياء الأمور ومن المواطنين. أنا دي فرحانة جدا. لما كان معنا أستاذة فريدة مجاهد جالنا أسئلة كتير جدا يومها، الناس بتسأل مدارس اليابانية، طب مشروع المدارس اليابانية، طب إحنا هننفذ كام مدرسة على مستوى الجمهورية. هو الوزير امبارح كان بيتكلم إنه مشروع المدارس اليابانية بنتكلم إن شاء الله إنه هيشمل تنفيذ 45 مدرسة على مستوى الجمهورية، وإنه مقرر إنه دراسة تبدأ فيها هذا العام في 8 مدارس بسبع محافظات. إن شاء الله يا رب تلقى النجاح والقبول ونحط السيستم صح، وبإذن الله يعني تستكمل في باقي محافظات الجمهورية. بس فكرة أنه الأهالي وأولياء الأمور والمواطنين هم اللي بيسألوا على التجربة اليابانية والمدارس اليابانية، دي يعني معناها أن احنا بدأنا نستوعب كلنا أهمية أنه ابنك يتربى صح ويتعلم صح. وبقول يتربى قبل ما بقول يتعلم، عشان احنا كنا طول عمرنا يقولوا لنا واحنا صغيرين انها اسمها وزاره التربيه والتعليم، لان التربيه تاتي قبل التعليم، فكانوا دايما يقولوا لنا كده، بس احنا كان بقالنا كام سنه ناسيين شويه القصه دي يعني، وغالبا كنا ناسيينها من ناحيه التربيه والتعليم في كتير من الامور يعني مش في كل الاحوال. طيب انا عندي خبر عاجل بس خليني اقوله. عندنا كمان في خبر كمان مهم جدا عن بيان صحفي صدر مساء أمس الحقيقة، وهو مهم جدا. وزير السياحة المصري بيغادر إلى الفاتيكان لحضور قداس ومباركة بابا الفاتيكان لأيقونة رحلة العائلة المقدسة. لسه بنتكلم على سماحة الأديان السماوية، ولسه بنتكلم على إن لازم نتعلم ننظر إلى المشترك بين الأديان السماوية، وألا ننظر إلى الاختلاف اللي ما بيننا. الاختلاف ده اللي ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا عليه يوم القيامة،
لكن المشترك اللي ما بيننا في الأديان السماوية الثلاثة ده اللي احنا عايشين بيه على الأرض. النهاردة أو بالأمس وزير السياحة يحيى راشد غادر القاهرة متوجها للفاتيكان على رأس وفد رفيع المستوى لحضور القداس، يقام غدا اليوم إن شاء الله الأربعاء. بابا الفاتيكان للمرة الأولى حيقوم بمباركة الأيقونة الخاصة برحلة العائلة المقدسة في مصر. ده ليه معنى مهم جدا، ده معناه اعتماد الأيقونة كرمز رسولي للترويج لرحلة العائلة المقدسة على غرار الرموز المعتمدة للحج من الفاتيكان، زي شجرة الزيتون مثلا للحج في القدس، وهو ما يعد خطوة طبعا هامة وأساسية لتضمين مصر في برنامج الحج الفاتيكاني لعام 2018. ده موضوع مهم جدا، موضوع ديني سياحي، يعني الحقيقة في منتهى الأهمية أنه يتم اعتبار أو تضمين مصر ضمن قائمة الحج، رحلات الحج الفاتيكاني. احنا بندخل في ده يعني، ودي اعتقد خطوة فعلا مهمة جدا ان شاء الله بإذن الله نبدأها ل 2018. ده خبر في يعني صدر مساء امس، لكنه مهم جدا الحقيقة، قلنا نبلغه لحضراتكم. نروح بقى لأخبارنا، وتحيتين واجبتين دائمتين لن نكل ولن نمل، ان احنا لو كل يوم هنطلع نقول شكرا، شكرا كل الأجهزة الرقابية المحترمة، شكرا كل هيئتنا القضائية الموقرة والمحترمة، شكرا هيئة الرقابة الإدارية، شكرا هيئة النيابة الإدارية. نبدأ بهيئة الرقابة الإدارية، ضبط التشكيل عصابي فين؟ طيب فين حضراتكم بتشتكوا بتقولوا احنا بنقدم على الإسكان واحنا بينزل يتعمل لنا بحث الحالة؟ يبقى معنا كده ان الخطوة الأولانية من الإسكان خلاص خلصت واعتمدت، صح؟ نزل عمل بحث الحالة وترد عليك بعدها وتقلك تمام، ايه بقى اللي بيتعطل بعد كده؟ وفي حاجات بتتعطل، هو طبعا مش ده كل السبب، لكن ده جزء من السبب. الناس اللي بتسأل حقيقة، هيئة الرقابة الإدارية ضبط التشكيل العصابي في صندوق الإسكان الاقتصادي، استولى على 3.5 مليون جنيه من أموال المواطنين. اتظبطت اللي تم ظبطه مراجع اول حسابات صندوق الاسكان الاقتصادي في محافظة السويس، وناس تانية استولوا على مبالغ مالية بتقدر بحوالي 3.5 مليون جنيه من اموال صندوق الاسكان الاقتصادي. ازاي بقى يعني استولوا عليها ازاي؟ مش كاش طبعا كده يعني، لا، بيتزور، بيحصل تزوير واصطناع محررات رسمية تفيد استرداد المبالغ المالية السابق سدادها بمعرفة بعض مواطني محافظة السويس، واللي هم الخاصة طبعا بمقدم حجز وحدات إسكان المشروع للزواج الحديث بالذات. ويمكن من هنا كمان دي كانت ناس كثيرة بتسأل بتقول أنا مقدم ومفروض أن أنا أبقى واخد وحدة سكنية، ده ما حصلش، ودي كانت قضية في السويس الحقيقة، وكان في أسئلة كثيرة جدا بتيجي في الجزء ده. فأترينا احنا قاعدين بنسأل وبننسى وبنروح لموضوع تاني، وفي النهاية ما بنعرفش ما بنعرفش انه في أجهزة رقابية شغالة عليها. خليني بس اقول رسالة جات لي من الأستاذ هاني يونس المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، هو حريص الحقيقة ان هو يبلغها انه الناس اللي تم القبض عليهم في المشروع الإسكان الاقتصادي لا يتبعوا لوزارة الإسكان، بيتبعوا المحافظات، يعني قلب المحافظة نفسها أو المحليات اللي جوه. وإنه الحمد لله الناس بتثق فيكوا يا أستاذ هاني، تمام الحمد لله. دي كمان معلومة مهمة، إنه المجموعة دي اللي شغالين في المحافظة، وإحنا قلنا هو نص الخبر أصلا بيقول محافظة السويس، يعني المحافظة نفسها مش الناس اللي شغالة تبع وزارة الإسكان. دي خطة هايلة للرقابة الإدارية. النيابة الإدارية كمان الحقيقة ليها خبر في منتهى الأهمية. فاكرين حضراتكم، وهنشوف دلوقتي نفتكر كده ننعش بيه الذاكرة، فاكرين الفيديو الشهير اللي كلنا استقنا ليه وقلنا يعني عليه العوض ومنه العوض في النقل ومنظومة النقل والإطارات والسواقين واللي عايز يركب القطر واللي بيسافر بالقطر؟ ما شفنا سواقين متجمعين في كابينة قيادة، الفيديو الشهير ده طبعا، متجمعين جوه كابينة قيادة، بسم الله ما شاء الله، الناس مودها حلو كده وشاربين كوباية شاي متقلين فيها السكر غالبا، ومودهم لطيف ورايق، وغنى على أغاني شعبية، وده كل ده جوه، وبيشربوا سجارة
يعني المشهد الحقيقة كان في قمة الاستفزاز وحقيقي، وتحس ان هم اصلا مش هم غايبين عن الوعي، يعني هم تحس ان هم اكلينيكيا مش معاك اصلا. ده خدوا بالكم ان دي جوه كابينة القيادة بتاعت القطر، والقطر ماشي لحسن لا سمح الله حد يفتكر ان القطر كان واقف، لا سمح الله، لا 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 ابسلوتلي القطر ده كان ماشي، وفي ارواح وفي بني ادمين وفي اطفال وستات وفي ناس كتير فاكرين طبعا الفيديو ده. طيب خلينا نقول بقى الخبر اللي يعني الحقيقه اسلك صدورنا. المستشاره ساميه المتيم مدير المكتب الفني لرئيس الهيئه للفحوص والتحقيقات امرت باحاله 5 متهمين، مساعد سائق القطار و4 من سائقي القطارات من العاملين بمنطقة وسط الدلتا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية ما ثبت في حقهم في كل فيما يخصه من أولا المتهم الأول تهمته إيه؟ تعاطي عقار الترامادول المخدر ومادة البنزديارين المخدرة المحظور تداولها، وذلك حال تواجده على رأس عمله سالف الذكر، وهو الأمر الذي كان من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر. ثانيا المتهمين السائقين الأربعة قاموا بتصوير بعضهم البعض، وده كان المشهد الحقيقة اللي كمان استفز الناس، يعني الفكرة أنك أنت متعاطي مخدرات والفكرة أنك أنت سايق قطر في أرواح بني أدمين بشر راكبة معاك ولا فارق معاك، والفكرة انك انت مشغل اغاني ونازل رقص وتهيص، والفكرة المستفزة زي التلاتة اللي فاتوا دول ان انت ضارب اي حاجة بعرض الحائط ولا فارق معاك، ده انت ماسك الموبايل وبتصور، ده انت فرحان وفخور باللي بتعمله. المتهمين بقى السائقين الاربعة قاموا بتصوير بعضهم البعض داخل كابينة القيادة للقطار قيادتهم بواسطة كاميرا هاتف احدهم المحمول، وهم يتراقصون ويتغنون على احدى الاغنيات الشعبية ويدخنون سيجارة يشتبه في احتوائها على مواد مخدرة، وهو الامر الذي عرض حياتهم وحياة المواطنين الاخرين للخطر الداهم، وسبب تكديرا واستياء بالغا لدى الرأي العام حال اذاعة مقطع الفيديو المصور لتلك الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت. إدارة الإعلام بالنيابة الإدارية أعدت مذكرتها المرفق بها اسطوانة سي دي بشأن ما تم تداوله على ما تناقلته المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت بتاريخ 1/8/2017 تحت عنوان بالفيديو سائق قطار بطنطا يتعاطى المخدرات ويرقص مع مساعديه. تضمن الخبر ده رابط لمقطع فيديو ظهر فيه سائق قطار بصحبة 4 من مساعديه داخل كابينة قيادة إحدى القطارات القاهرة اسكندرية، وهم يقومون بما وصفه الخبر بتعاطي المواد المخدرة والرقص الهستيري على أغاني المهرجانات حال سير هذا القطار. أحيلت الواقعة للتحقيق أمام السيد المستشار تامر مصطفى كامل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف السيد المستشار نائب رئيس الهيئة رفيق سلام وكيل المكتب الفني، وقيدت برقم القضية رقم 198/2017. خلال التحقيقات تم إيقاف المتهمين، ده بقى هنا يعني ما تم إقامة المتهمين المذكورين احتياطيا عن العمل على ذمة التحقيقات. النيابة أمرت بتكليف معمل السموم التابع للمركز الطبي بالهيئة العامة لسكك حديد مصر يجري فحوص مخدرات طبعا على المتهمين الأربعة، يعني شكلهم مش مستحيل يبقى طبيعي. يعني النيابه امرت بتكليف اخصائي التحاليل الطبيه باعاده تحليل المخدرات للمتهمين جميعا امام الاداره المركزيه للمعامل بوزاره الصحه، وجاءت نتائج اعاده الفحص مطابقه الحقيقه للفحص الاول. وبالعرض على معالي المستشاره فريال قطب رئيس هيئه النيابه الاداريه امرت سيادتها باحاله المتهمين جميعا الى المحاكمه العادله. والله العظيم انا بقول الخبر وانا في منتهى السعاده حقيقه، لانه كانت هيصعب عليك قوي ان انت الفيديو ده كده باللي حصل فيه بتاع الموضوع يتساب، طب يتنام عليه، طب ما حدش يهتم قوي انه يحقق، يعني كان هيصعب عليك، عارف كنت هتحس ان انت حياتك رخيصه قوي، رخيصه جدا الحقيقه. ازاء خطوره مثل ذلك السلوك المنحرف لا على ارواح المتهمين فحسب بل على ارواح المواطنين ذاتهم من جراء ذلك المسلك اللي بينطوي على رعونه بالغه وعدم اكتراث لما يمكن ان يتسبب فيه متهمين من كوارث كبرى حال قيادتهم للقطار.
فقد أمرت النيابة بالآتي: استبعاد المتهم الأول تماما من أعمال قيادة القاطرات أو من أي عمل يرتبط بأرواح الناس وممتلكاتهم لحين عرضه على اللجنة الطبية المختصة. 2- تجديد الرقابة على سائقي القطارات التابعين لتلك الجهة وإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات بصورة دورية ومفاجئة لهم ضمانا لحسن سير هذا المرفق الحيوي بالدولة. مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية سيادة المستشار محمد سمير، اللي بشكره جزيل الشكر على حرصه على التواصل دائما مع الإعلام. الناس دي بتقعد بتفرغ، بتسمع، بتشوف البرامج، بتتواصل مع مقدمي ومعدي البرامج، تلفزيون وإذاعة وكل حاجة، وجرايد والصحافة ومواقع الإلكترونية، عشان تبقى عارفة الفيديو اللي ممكن يعدي على الناس كده. في جهات الحقيقة لا، ما يعني بتقف عند الموضوع وتعمل تحقيقات. التاريخ 1/8، فاحنا بنتكلم اننا في شهر ونص، شهرين تقريبا، احنا اشتغلنا على القضية وعملنا تحليل اولاني للمخدرات وطلبوا تحليل تاني للمخدرات. يعني انا بحييهم الحقيقة، ويبقوا يرقصوا بقى، يشغلوا اهاني غني مهرجانات براحتهم في السجن. خليني اروح على طول يا شباب لو سمحتوا لخبر عشان الوقت، عشان انا عارفة ان كلها 2:30 والاستاذ احمد صقر هيدخل على اير بيس. انا عارف الحق نفسي في الاخبار. الحقيقه انه واحنا يعني في الايام اللي بنحتفل بيها بذكرى السادس، انتصارات السادس من اكتوبر، في نفس الوقت ده بنفكر نفسنا بشعار كده، هو مش شعار، هي حقيقه: يد تبني ويد تحمل السلاح. في استمرار لجهود القوات المسلحه في دعم مقومات التنميه الحضريه وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المناطق النائية والحدودية. الناس دي، المواطنين في المناطق النائية والحدودية، كتير جدا بيشتكوا انه الدولة ما بتهتمش بيهم بما يكفي، او ما بتهتمش بيهم زي ما بتهتم بالمواطنين اللي جوه المحافظات الكبرى. اللي هو أركان حرب شريف بشارة، قائد المنطقة الغربية العسكرية، افتتح عدد من المشروعات التنموية اللي نفذتها القوات المسلحة تخدم بيها أبناء محافظة مطروح. بنتكلم على 10 مدارس للتعليم الأساسي في قرى الروبي، الخضرة، عزبة رجب، المصانع، أم الحمام أو الحمام، معلش أنا يعني حد لو حد من الشباب عارف اسم الخربة، ووحدة صحية بقرية الزهيري بتتكون من عيادة بطنة وعيادة أسنان ومعمل تحاليل طبية وصيدلية ملحقة بالوحدة اللي بتخدم 11 تجمع سكني. بنتكلم على افتتاحات جديدة شملت افتتاح طريق أسفلتي بطول 8 كيلو متر بيربط به قرية الزهيري بالقرى المجاورة ليها كلها. طيب ده يعني أبناء قبائل وعشائر مطروح يعني قبلوه بإيه؟ قبلوه إنهم عبروا جدا عن سعادتهم بالافتتاحات دي اللي بتعد إضافة لأهالي تلك المناطق لتخفيف العبء عن كاهلهم، وأثنوا على الجهود اللي بتقوم بها المنطقة الغربية العسكرية وإن هي متواصلة بشكل مستمر معاهم، تتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل اللي بيمروا بيها. يعني نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن تعمم هذه التجربة، وكل من يعني كل من يستطيع أن يقدم العون والمساعدة لأهالينا خصوصا في المحافظات والمناطق النائية والبعيدة يعمل ده. الحكومة، الدولة، القطاع الخاص، نتمنى أن احنا نشتغل على ده بشكل أكتر وأكبر. هاخد معلش الخبر الاقتصادي يا شباب وبعدها على طول مبادرة المرج. طب خليني أقول الخبر الاقتصادي سريعا بس. البنك الافريقي بيعلن الدكتور خالد فؤاد شريف نائب رئيس بنك التنميه الافريقي، اعلن ان مصر ستحصل على الشريحه الاخيره من قرض البنك في يناير المقبل التي تقدر ب 500 مليون دولار. مصر قد حصلت على مليار دولار على دفعتين، كل دفعه 500 مليون دولار من قبل في اطار الاتفاق مع البنك للحصول على قرض قيمته 1.5 او 1.5 مليار دولار. بنتكلم على محاوله لسد الفجوه التمويليه، تمويل المشروعات البنيه الاساسيه. انا الحقيقه في الخبر ده عندي سؤال واحد مهم جدا بالنسبه لي، لان انا واثقه ان في ناس كتير عندها لبس: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. عايزين نعرف ايه الفرق بين الصندوقين وايه الفرق بين القرض ده والقرض ده. خلونا ناخد هاتفيا الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي. معانا يا شباب دكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي والخبير الاقتصادي طبعا. دكتور فخري اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا
اهلا وسهلا، اهلا بيك. انا عارفه انه في لبس ممكن يكون عند بعض الناس يتساءلوا ما هو الفرق بين صندوق النقد الدولي وبين البنك الدولي، وايه الفرق بين القرض من دول والقرض من دول؟ خليني اقول لك انه الاثنين المؤسستين دول تم انشاؤهم في نفس سنه 45 بعد الحرب العالميه الثانيه. الاثنين دول عدد اعضاء الدول فيهم في صندوق النادي الدولي 189 دولة، هم نفسهم عدد الأعضاء 189 دولة في البنك الدولي. صندوق النادي الدولي، الاختلاف صندوق النادي الدولي 189 دولة، كل دولة بتحط حصة فلوس يعني في مال الحصة، مجموعة حصة زي جمعية كده، كل دولة بتدفع حصة توازي وزنها وزن اقتصادها في الاقتصاد العالمي. يعني على سبيل المثال مصر حاطه في صندوق النقد الدولي 3 مليار دولار حتى الان في المال الحصري، صندوق النقد الدولي تعادل 4.4% حتى 5.5%، بينما الولايات المتحده الامريكيه اقتصادها كبير ليها 16.5% من مال الحصص، يعني الواقع نسبه متناسبه طبعا. بالنسبه للبنك الدولي ما عندوش حصص، عنده راس مال زي شركه كده، كل دوله بتساهم بنسبه في راس مال البنك الدولي. نشوف بقى الفلوس دي بتروح فين، نشوف بقى كل دوله هتساهم بقد ايه في الشركه دي. بالظبط، برضه في اسهم البنك الدولي في راس ماله برضه حسب وزن كل اقتصاد دوله من 189 دوله في رأس مال البنك الدولي أو الثانية. تبص للصندوق النقد الدولي، هو إيه بالضبط الهدف منه؟ صندوق النقد الدولي معني لأنه يعني يحافظ على استقرار أسعار صرف الدول الأعضاء اللي هم 189 دولة، تخيل 189 دولة، بيبقى كل دولة لها عملتها، وفي مجموعات بيبقى لها زي اليورو مثلا كده، زون أريا محطة اليورو، ف 18 دولة لهم عملة واحدة. يعني المهم في نهايه الامر بيحقق الاستقرار في اسعار الصرف، لما الاسعار الصرف تبقى مستقره التجاره العالميه تزدهر، ولما التجاره العالميه عشان التجاره العالميه تزدهر يبقى لازم الدول ده بيشجع النمو، والنمو معناها مزيد من فرص العمل للدول الاعضاء ولابناء الدول الاعضاء داخل كل دوله في هذه الحاله. ده صندوق عشان يعمل كده، صندوق النقد الدولي بيشوف كل دوله لو عندها مشكله مثلا انه في فجوه تمويليه عندها، يعني مدخراتها ضعيفه وعاوزه تعمل استثمارات طموحه، يبقى الفجوه دي هو بيمولها صندوق النقد الدولي اللي هو بتبقى في اطار ميزان المدفوعات بتاعتها عشان يوصل سعر الصرف ويعزز قيمه عملتها مقابل العملات الكبيره في هذه الحاله. ده وقروضه ياخدها، يعني لما بيدي قرض يحصلها بعد يعني فترة لا تتعدى العشر سنين، يعني ما بيزودش عن كده، بيسترد أمواله يعني فترة قصيرة 10 سنين ما بيزودش عن كده. حضرتك جاوبت على كل النقاط اللي كنت هسألها. استقرار وضع النقد العالمي، أما البنك الدولي وضعه مختلف خالص، هو في هذه الحالة بيمول مثلا مصر محتاجة 3 مليار اللي احنا خدناهم من البنك الدولي مثلا، هنا في هذه الحالة أو أكثر، هنا في هذه الحاله البنك الدولي بيمول مشروعات البنيه الاساسيه زي الطرق ومحطات الميه ومحطات الكهرباء، ودي لازم اي مشروعات بنيه تحتيه، مشروعات تنمويه ايا كان، زاد الخدمات الاجتماعيه، الخدمات الاجتماعيه التعليم والصحه، تعليم والصحه، تمويل عمليه طبعا مدارس، لكن المشروعات مثلا المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر هل خاصه؟ لا، هو مشروعات البنيه الاساسيه، محطات الكهرباء على سبيل المثال، محطات المي، تمام، محطات الصرف الصحي، لكن المشروعات يا فندم المواد، ايوه يا فندم، لكن المشروعات هل البنك بيمولها كمان؟ لا يا فندم، المشروعات هل قرض البنك بيمولها؟ خاصه البنك الدولي ما هوش مؤسسه واحده، هو حوالي يعني خمس مؤسسات في بعض بنسميها مجموعه البنك الدولي، يعني في من ضمن المجموعه بتاع البنك الدولي في اللي ما نسميها الانترناشونال فاينانشال كوربريشن اللي هي الاي دي، بتمول تتعامل مع القطاع الخاص، يعني تدخل مثلا انا كقطاع خاص تدخل معايا ب 10%
وبعد ما اقف على رجليها بتتخارج وتاخد فلوسها تانية تاني وبتساهم مع شركة تانية في دولة تانية إلى آخره. ده ذراع من أذرع البنك، مجموعة البنك الدولي. نعم. هذه المؤسسة تتعامل مع القطاع الخاص داخل كل دولة. أما البنك الدولي للتسوية والتعمير اللي أنشأ سنة 45 ده بيتعامل مع حكومات فقط تبني مشروعات تبني أساسية، لكن لا يمنع إنه البنك مجموعة البنك الدولي فيها مؤسسة مختصة بالتعاون والمشاركة مع القطاع الخاص، مشاركة ثم التخارج، مشاركة ثم التخارج، علشان تساعد القطاع الخاص داخل. يعني زي تدخل تدي انتعاشة كده أو تعمل لونشنج لمشروع وبعدين تطلع منه. ده اللي هو مؤسسة التمويل الدولية اللي تبع البنك الدولي. تمام. مجموعة البنك الدولي. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي والخبير الاقتصادي. ده كان مهم جدا الحقيقة، والدكتور فخري يعني كان أفضل من يحدثنا عن الفرق بين الجهتين عشان الناس بتبقى عايزة تتلخبط. في سؤال بقى دلوقتي على بال الناس كلها أعتقد، أو هو على الأقل على بالي، احنا صندوق النقد الدولي القرض بتاعه كان بيتطلب حزمة تشريعية من الإجراءات الإصلاح الاقتصادي، فهل كمان قرض موضوع الإصلاح الاقتصادي ده يا جماعة صعب جدا الحقيقة، هل كمان الشريحة الأخيرة اللي هناخدها من القرض اللي هو طبعا البنك الدولي، هل ده كمان هيتطلب انه مصر تكون اوريدي شغاله على برنامج اصلاح اقتصادي؟ ده سؤال مهم جدا، بس عشان نعرف احنا رايحين على فين بالاصلاح الاقتصادي، يعني عشان احنا اشتغلنا اصلاح اقتصادي كتير جدا الحقيقه الفتره اللي فاتت دي. خليني اقول هذا الخبر العاجل، الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع بالمجلس الاعلى للقوات المسلحه بكامل اعضائه، وطبعا هو يرأس هذا الاجتماع كونه القائد الاعلى للقوات المسلحه. ده الخبر العاجل الذي وردنا الان، الرئيس عبد الفتاح السيسي يرأس اجتماعا بالمجلس الاعلى للقوات المسلحه بكامل اعضائه. في حال ظهرت معلومات عن هذا الاجتماع اكيد هنوفيها لحضراتكم. اخر خبر حلقة أقوله معلش في 3 دقائق عشان ده مهم جدا. وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت، وول ستريت جورنال امبارح نزلت بيان مهم جدا، في خبر مهم جدا. وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتس يوم الثلاث امبارح أعلن أن الولايات المتحدة ستقرر قريبا إذا ما كانت ستبقي مكتب حركة طالبان في قطر مفتوحا مع تصعيد واشنطن جهودها الحربية في أفغانستان ولا لا، مضيفا أنه بينظر الآن يعني بيتم الآن النظر في من يمثل هذه الحركة. دي كانت جلسة امبارح في مجلس الشيوخ، ووزير الدفاع الأمريكي اتكلم فيها، قال أجريت أنا وزير الخارجية ريكس تالرسون اتصالات خلال الأيام العشر الماضية بخصوص القضية دي، وإن احنا بنسعى للتأكد من إنه لدينا ممثلي طالبان الحقيقيين علشان ما يكونش مجرد مكتب قائم بدون تمثيل أمريكي حقيقي. دي مقالة مهمة فيها مزيد من التفاصيل، لو تحبوا تقروها تلاقوها موجودة على وول ستريت جورنال، عنوانها US Ways Fate of Taliban Political Office Prompting Internal Objection. يعني زي ما قلنا بيتم دي، ده عنوان المقالة، انه الولايات المتحدة تقوم الآن بتثمين مصير مكتب طالبان في قطر. فيها كمان الحقيقة جزء مهم بيقولك The memo was signed by a handful of officials including some long-time State Department employees whose contracts with the department expired on Friday and weren't renewed. العقد أصلا خلصان يوم الجمعة اللي فاتت ولم يتم تجديده حتى الآن، وبالتالي ده هنا محل دراسة داخل مجلس الشيوخ الأمريكي ووزارة الدفاع الأمريكية. إذا ما كان سيتم إغلاق مكتب حركة طالبان في قطر أم لا؟ أنا مش مصدقة الحقيقة إنه هما بيكلموا عادي كده، إنه طالبان ليها فرع في قطر وفتح مكتب وإحنا بنفكر نجدد العقد بتاع الإدارة ولا لأ؟ يعني عارف، ما هو طالبان دي يا جماعة مش أحد الحركات الإرهابية ولا إيه؟ يعني عارف بيتكلموا عادي جدا. تخيلوا عندنا في مصر هنا في التمثيل لطالبان مثلا، يعني يقول لك ايه ومصر تحتضن الجماعات الارهابيه ومصر تعمل وتسوي. نروح نشوف مع بعض تقرير
وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين الحقيقة كان من يومين بيضع حجر الأساس في المعهد القومي الجديد للجهاز الهضمي والكبد التابع لمستشفى حميات إمبابة. كان معاه محافظ الجيزة وكان معاه يعني تفقده مستشفى البراجيل المتخصصة في النساء والولادة قبل ما يتم افتتاحها بشكل رسمي. هنشوف مع بعض زميلنا كريم عبد الكريم أعد وقدم لنا هذا التقرير، نشوفه مع بعض ونرجع مباشرة نتحدث عن جبر الخواطر في الإسلام. جبر الخواطر كيف يمكن أن يكون من أول فكرة أنه تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني لو حتى هتبتسم بس في وجه اللي قدامك، مرورا بأنك ممكن تساعد، ممكن تحاول تشيل أذى عن بني آدم، ممكن تحاول تتعامل مع حد بشكل طيب وأخلاقي وحضاري فتجبر بخاطره. ونتمنى يا رب إن شاء الله أنكم تستفيدوا. وأنا من امبارح عندنا أسئلة كتيرة جدا على صفحتنا وعلى الإنبوكس على صفحة صباح دريم على فيسبوك، إن شاء الله هنحاول قدر المستطاع أن احنا نتكلم أو نجيب عنها مع الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بعد هذا التقرير. قام الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان برفقة اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة بوضع حجر الأساس للمعهد القومي الجديد للجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات إمبابة. الخدمات إن شاء الله هتخدم أهل مصر، هتخدم منظومة التأمين الصحي. إحنا كلنا بنلف دلوقتي حوالين محور واحد بس، هو تأمين صحي. يعني إيه تأمين صحي؟ يعني أنا بقوي الخدمات الصحية في بلدي، عشان لما منظومة التأمين الصحي دي تقر إن شاء الله. قانون امبارح اتعرض على سيادة الرئيس ودعمه، ومبدئيا ادى موافقة مبدئية وداخل السادة النواب كله، وده قانون مصر، قانون مصر. كما تفقد مستشفى البراجيل المتخصصة في النساء والولادة تمهيدا لافتتاحها الرئاسي في غضون الأسابيع القليلة القادمة. تم توجيه من سيد رئيس الجمهورية باستغلال كل المنح اللي بتيجي، فعلا بدينا نستغلها. عملنا بيهم 48، أحد الحاجات اللي عملنا بيها مش كلها، 48 مستشفى في 9 محافظات في صعيد مصر. اللي احنا واقفين فيها دي في البراجيل في صعيد، التانية الشواشنة في الفيوم، انا رايح لها برضو بكرة ان شاء الله. المستشفى دي اتجهزت بكل التجهيزات وخليناها مستشفيات نساء وولادة واطفال، لان دي خدمة في اماكن القروية كل الاهالي بتبقى في حاجة اليها. المستشفى على احدث طراز، تم تجديدها، واضح جدا كم التمويل المالي السريع اللي تم تنفيذه، احدث اجهزة، احدث معدات. سيادته توجه ببعض الملاحظات هيتم استيفائها اليوم ان شاء الله. دي بالتالي هتخدم ناس كتير جدا، اللي هي المسافة ما بين البراجيل ومستشفى تحرير العام او إمبابة العام، مسافة بعيدة جدا من الاهالي، وان شاء الله باذن الله تخدم شريحه عريضه جدا من المواطنين باذن الله. صراحه وزير الصحه النهارده يعتبر سبق، يعني حاجه غير ما اتعملتش قبل كده اللي حصل في المستشفى، من تطورات ومن من من قدره ماليه اتحطت في المستشفى، ومن دكاتره ومن ممرضات ومن اجهزه، ده ما حصلش، انا ما شفتوش قبل كده بصراحه عندنا في دايرتنا بالذات، خاصه اثناء الانعقادات بتاع مجلس الشعب اللي فاتت كلها ما حصلش الكلام ده في دايرتنا. البراجيل طبعا تعتبر بلدي زيها زي بورتو زي اوسيم، كلها دايرتي في الاخر. انا مبسوط، انا فرحان جدا، اتمنى يا رب ان ده يحصل في جميع قرى اوسيم والوراق. دي اول مركز متكامل يتعمل على مستوى الجمهوريه كله، في 48 تانيين هيتعملوا، دي البدايه. المركز معد باحدث التجهيزات الطبيه في كل حاجه، سواء السونار سواء الإشعة سواء جهاز السي ار، كل حاجة على أعلى مستوى. الوزارة دعمتنا بأجهزة حديثة للغاية، فيها كمان عمليات مجهزة تماما، جهاز تخدير مونيتورز في كل الأوض، أجهزة تنفس، حضانات، في كمان دكاترة للأطفال المبتسرين. هيخدم الناس كتير جدا هنا، خاصة ان اقرب مكان كانت موجود للولادة هو في مدينة اوسيم. دلوقتي بقت الناس عندها هنا في البراجيل قسم للنساء والتوليد وحضانات كمان، الى جانب وجود غرفة وحدة اسعاف موجودة، دي طوارئ لمستوى المدينة كله مش على مستوى البراجيل بس. المستشفى ضمن 48 مستشفى تكاملية تم تطويرها، مشيرا الى ان تكلفتها
قد بلغت إجمالية 20 مليون جنيها مصريا. كما أكد الوزير على ضرورة توفير استشاريين متخصصين في النساء والولادة حتى يتم استكمال شفاء الحالات دون أي تحويل لخارج أروقتها، بالإضافة إلى إعلان الموافقة المبدئية على قانون التأمين الصحي الجديد والذي سيحال إلى الدورة البرلمانية الحالية على أن يبدأ العمل به العام المقبل. كريم عبد الكريم، صباح دريم. سؤال عايز تسأله مسؤول في دار الإفتاء دلوقتي، ازاي وافق بين حرية الشخص الآخر وبين انفذ ان الدين بيقوله لي ان انا لو رايته ممكن اغيره؟ في ناس بتحلل الجواز العرفي بتقول ده مش حرام، وفي ناس في نفس الوقت بتقول حرام وبتاكد ان هو الجواز العرفي حرام، جواز القاصرات. انا دلوقتي كمسلم انا مش عارف مين الصح ومين الغلط. كنا عايزين نفهم بس راي دار الافتاء في جواز المثليين مثلا اللي هو اللي ماشي اللي من دول في قلب البلد، يعني حق الزوجه المصريه على الزوج المصري. هل في حدود في التدخين؟ لا ولا لا، بس يعني في يعني هو اكيد كده كده محرم شرعيا، بس عايزين تنبيه عنه اكتر. القروض، القروض في اناريت كتير، ناس تقول لي بعض المشايخ وبعض الاراء انها حرام ان انا اخد كارد، في نفس الوقت بعض المشايخ بتقول ان انا ممكن احط فلوسي في البنك، ودي فوائد ودي فوائد. يا ريت معلومه ملخصه. بالنسبه لحالات الطلاق، عايز اعرف ايه حقوق الزوجه اللي نص عليها القران الكريم؟ انا عايز اسال سؤال عن الأئمة الأربعة، ليه الأربع مذاهب مختلفين عن بعض؟ الأربعة مش متوحدين على حاجة واحدة غير اللي هي الخمس صلوات، لكن كل إمام منهم له وضع مختلف. الإمام اللي يقولك مثلا أبو حنيفة النعمان بيقول اللي يسلم على سيدة ما ينقضش وضوءه، الإمام مالك يقول ينقض وضوءه. في فروقات، احنا يعني انا كمسلم عايد عليا بايه؟ عايز افهم معنى الائمه الاربعه دول وليه هم مختلفين مش متوحدين. عاوز اسال لو الالات الموسيقيه حلال ولا حرام؟ عايز اعرف بس لو في حد من ديانه تانية او كده دخل المسجد وصلى فيها الصلاه بتاعته، ده صح ولا غلط، او نعمل ايه في حاله زي دي؟ يعني سمعت في فتره ان دار الافتاء قالت ان الكلب مش حرام، ورجعوا تاني ناس قالت ان الكلب حرام، فانا مش عارف هو حرام ولا مش حرام كتربيه يعني في البيت، ان انا اربي كلب في البيت عندي. أسئلة كتير قوي، زحمة أسئلة على زحمة معلومات بتسمعها على زحمة فتاوى يمينا ويسارا، وبالتالي احنا برضو من ضمن زي ما كنت بقول في بداية الحلقة، لو احنا حابين في صباح دريم ان احنا ان شاء الله يا رب بإذن الله لو لينا عمر يكون لينا يعني لقاء شهري نتحدث فيه كده، عن نفصل بقى شوية عن السياسة والحاجات دي، ونتكلم فيه كده عودة إلى إعلاء وإحياء القيم الجميلة اللي موجودة في ديننا الإسلامي وموجودة في أدياننا السماوية وتحث عليها كل الأديان الحقيقة. ده واحنا عايزين نعمل ده، فاحنا عايزين تكون طول الوقت كمان بنأكد على فكرة ناخد الفتوى من مين، ناخد الفتوى من مين. في ناس درست وهبت حياتها للعلم وقرت كتير قوي 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 عشان تقدر تكون مؤهلة أن تعطي فتوى على سؤال واحد من الأسئلة الكتيرة قوي اللي داخله في كل حاجة في حياتنا، عبادات وصلاة وكل حاجة. وفي ناس تانية للأسف الشديد حتى ما بتكلفش خاطرها أنها تقرأ والناس بتسمعها وبتتجه إليها، فمن هنا بتحصل خطورة كبيرة جدا. خليني أتكلم إن إحنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله اخترنا أول سلسلة القيم الجميلة اللي هنتكلم فيها بإذن الله بشكل مستمر في صباح دريم عن جبر الخواطر. الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام دخل في يوم المسجد فلقى رجل من الأنصار باسمه أبو أمامة، فقال له ما لك يعني يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال له هموم لزمتني وديون يا رسول الله، عليه ديون وعليه التزامات كتير. فالرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه قال له أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلت أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ فقال أبو أمامة بلى يا رسول الله. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فقال له أبو أمامة أو قال أبو أمامة فعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى
عني ديني. ما أجمل إن احنا نرجع إلى السنة النبوية الشريفة ونرجع إلى كلام الله سبحانه وتعالى ونعرف في المواقف اللي بتمر علينا اللي كانت برضو بتمر عليهم باختلاف الأزمنة الهم والضيق وكسر الخاطر نعمل إيه؟ تعالوا نبدأ مباشرة مع ضيفنا الكريم اللي منورنا الحقيقة في صباح دريم فضيلة الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. يا أهلا بحضرتك يا مولانا. يا أهلا وسهلا. منورنا ومشرفنا. صباح الخير وأهلا وسهلا وصباح جبر الخواطر علينا. صباح يعني. جبر الخواطر. أمين. أنا بقول في أول الحلقة النهاردة إحنا كمصريين حتى عندنا دعوة أنا من الناس اللي بتقولها جدا روح ربنا يجبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطري. أمين. ندعي البعض كده الدعوة. أيوه. دي جميلة جدا. أيوه. يعني إيه جبر الخواطر يا مولانا؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. معلش مش قادر أبدأ الحلقة وأنا شايف الحجم الأسئلة كتير والأفكار كمان كتير والأخبار كتير زحمة في المعلومات عند الواحد. بس مش عارف أبدأ الحلقة إلا بدعاء اللهم اجبر بخاطر كل من يسعى بجبر خاطرنا. اللهم أمين يا رب. ويبعد عننا من يسعى في كسر الخاطر. ربنا يجبر بخاطر اللي جبروا بخاطرنا في 73. احنا كان كسر خاطرنا طبعا بس ربنا جبر بخاطرنا الحمد لله في 73. وفي ناس ساعد في جبر خاطرنا في الوقت ده هو وفي شهداء وفي دول احد ابطال جبر خاطرنا اللي لما اتحكى لنا المشهد لما الناس سمعوا الخبر وازاي الناس احتفوا قبل الفرحة دي. الله. ربنا يكبر بخاطرهم. الله. وربنا يكبر بخاطر كل واحد يحاول يبني البلد دي علشان 73 ما تبقاش بس تبقى حرب وتبقى سلام تبقى سلام. ربنا يكبر بخاطر كل واحد يسعى في الإصلاح بين الناس علشان تلتئم الأمة والدول تمسك نفسها تاني لأن في ناس عايزة تخرب فالبلاد تنهدم. ده واضح. فلما حد يسعى للمصالحات ويسعى لإقامة اللي ربنا يكبر بخاطر بصرف النظر حتى عن أي توجه أي حديث سياسي فربنا يكبر بخاطر كل من حتى ولو كان خلف الستار وليس مشهودا ولا زي الشهداء اللي احنا كتير يمكن ما نعرفش أسمائهم بس عند ربهم أحياء عند ربهم يرزقون. ربنا يكبر بخاطر اللي يسعى بين الناس بجبر الخواطر. من سعى بين الناس بجبر الخواطر وقاه الله شر المخاطر. الله. ومشايخنا قالوا لنا اللي يتعود على جبر الخواطر اي ربنا هيقيه من الامراض. ازاي بقى بتاعت ربنا ما اعرفش انما اللي يتعود على جبر خواطر الناس ربنا سبحانه وتعالى هيقيه من الامراض. واللي يكسر الخواطر يدمن قصر الخواطر ربنا سبحانه وتعالى. هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشد عليهم. راح المشهد اللي في القطر أنا آسف يعني وده طبعا ما التحفظ على التحقيقات مع الاحتفاظ بحق التحقيقات وكل حاجة بس كده أنت بتسعى في كسر خواطر الناس السواقين اللي قاعدين يشربوا ويشتغلوا ويشغلوا أغنية ويقصوا عليها أي واحد سايبين حياة البني أدمين اللي في القطر معهم أي واحد يمشي بهذا الإهمال ويتسبب في ممكن في مصيبة محتملة طبعا هتحصل طبعا فالمصيبة المحتملة هتكسر خاطر ناس كتير قوي. أنا وأنا بعمل كده لو تذكرت إن أنا سأكون في كسر سبب في كسر خاطر ناس كتير قوي أم مسكينة منتظرة ابنها في القطر أو أب منتظر ابنه أو زوجة أو راح أي حد ممكن يكسر خاطره بأن يحصل حاجة زي كده. أنا لو تفتكرت كده أعلي قيمة الإنسان سأتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأنه من ولي من أمر المسلمين شيئا فرافق بهم فارفق به ومن ولي من أمر المسلمين شيئا وأمر الناس جميعا شيئا فشق عليهم فاكبر عليه فاشقق عليه. الخلق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال كده قال الخلق عيال الله. الخلق عيال الله. عيال الله. يعني احنا ولاد ربنا. يعني احنا في كنف رعاية الله. طبعا مع الاحتفاظ ان احنا العلاقة مش جسدية بيننا وبين ربنا وان الله سبحانه وتعالى مفارق لخلقه بمعنى طبعًا. انه سبحانه طبعًا. وتعالى كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لكن سيدنا النبي عبر بالكلمة ده. الخلق عيال الله واحبهم اليه انفعهم لعياله.
احب واحد لربنا اللي ينفع هؤلاء الخلق، وكلمه الخلق دي ما بتفرقش لا بدين ولا بعرق ولا اي حاجه. الخلق الله الله، ده حتى مش الانسان، الخلق عيال الله. حتى مش الانسان، حتى مش الانسان يعني بس. حتى لما تجبر بخاطر قطه تحط لها ميه، ولا كلب يعني تحط له شويه ميه في عز الحر، انت جبرت بخاطره قطعا. وده اتكلمنا عليه قبل كده، ده سيدنا النبي جبر بخاطر جزع النخله. يعني سيدنا النبي جبر بخاطر نخله، جزع نخله كان في ركن من المسجد. في الحديث انه لما بني المنبر منبر النبي عليه الصلاه والسلام، فقام طلع سيدنا رسول الله يصلي على المنبر، ما فيش منع من الترقي يعني، بس في علاقة بين سيدنا رسول الله وبين الأكوان أخرى. مشايخنا يقول لك اسألوا عنها الحب، الحب ده منطق آخر. فلما سمع صعد رسول الله على المنبر سمع أنين الجزع يئن لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث، فضمه صلى الله عليه وسلم جبر الخاطره إليه، ثم أمر به فدفن في المسجد. قال كان بيرضيه، بيقول لي يرضيك ده. لما البعير الجمل يشكو إليه، جه من غير ما يتكلم ولا حاجة، بس جه عليه كده صلى الله عليه وسلم ونزل دماغه عنده كده صلى الله عليه وسلم، كان بيبكي. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صاحبه قد آذاه، وناداها. فصاحب الجمل طبعا خاطر النبي عند الناس، مش بس شوف خاطر الجمل عند النبي، خاطر الجمل عند يعني النبي. الجمل اشتكى للرسول عليه الصلاه والسلام ان صاحبه بيعامله بقسوه شويه، بيضربه زي ما احنا بنشوف دلوقتي بيمشوا بالكاريتا على الحمار نازلين ضرب، وعلى الحصانه بالكرباج، وحاجه توجع القلب والله العظيم، توجع القلب. فالرسول عليه الصلاه والسلام اتكلم عن الجمل عشان يجبر بخاطر الحيوان، عشان يجبر بخاطر الحيوان ده، وجزع الشجر اللي هو جماد كمان يا مولانا، جزع الشجر ضمه اليه صلى الله عليه وسلم. يعني حتى الجماد نقدر نجبر بخاطره؟ لا لانه طبعا، لان اللي هو الشاهد الموقف، الرساله اللي انا عايز اقولها دي، الرساله اللي انا عايز اقولها ايه؟ ان كبار عباد الله سبحانه وتعالى تعودوا على أن ينظروا في الخلق على أنهم الخلق كله طريق إلى الله عز وجل. كل ما ينظر في حاجة، كلك وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد، كل ما ينظر في شيء مش بس إنسان، كل حاجة تذكره بالله سبحانه وتعالى. فكل حاجة يصيرها ما يبصلهاش في شكلها. يعني الإنسان ده أذاني قبل كده، والإنسان ده ما بيبصش لدي، ولكن يبص في أنه من الله عز وجل، حاجة من عند ربنا، ده حاجة من عند ربنا. طب ده موسى ساعات يبقى عاصي، وساعات يبقى مؤمن، ولا يبص للكلام ده خالص، إنما أنا أسعى في ترضيته وتطيبه لأنه من الله عز وجل. يدعون كل الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا، هو مظهر لخلق الله سبحانه وتعالى. فبالتالي الطريق ده جعلهم يفتحون باب جبر الخواطر على مصرعيه مع كل خلق الله عز وجل، كلهم بلا استثناء، الإنسان والحيوان والجماد والنبات، والنبات خلق، كلمة خلق الله دي كل حاجة. يعني الجبال، يعني البيئة، يعني الشارع اللي انت ماشي فيه، يعني العربيه اللي انت يعني احنا عهدنا العربيه اللي انت بتسوقها، صح؟ يعني انا هقول مثال احنا عهدنا عليه، وهو علشان نجدد، واحنا بنجدد اخلاقنا، احنا تعودنا ابائنا ربنا انك ما تخبطش الباب بعنف، بس احنا متعلمينها عشان ادب، ان كونها ادب يعني ما تخبطش على حد الباب بعنف قوي، معلش ما هو ادب. وفي نفس الوقت الله، ده كان ده متاخد اولا من اخلاق سيدنا رسول الله، كان يطرق الباب طرقا خفيفا من غير ما يوقظ ما يوقظ الوسنان، ما يفزع الوسنان، يعني اللي بينام وهيروح في النوم ده ما يتفزعش من خبطة سيدنا رسول الله. حتى احيانا يقول لك ده كان بيخبط باظافيره صلى الله عليه وسلم، بضوافره كده على الباب. ايه الرقه دي؟ عشان ما ناذيش إيه؟ الجماد، ما ناذيش الخشب بتاع الباب، ما ناذيش الخشب بتاع الباب، وفي نفس الوقت الانسان اللي نايم فيه تعامل راقي مع الكون كله.
ده حضرتك اللي بتقوله ده يخليني اصلا مش قادره اسال سؤال اقول اذا هل جبر الخواطر يقتصر من المسلم على المسلم ولا لا. اذا كنت حضرتك بتقول لنا جبر الخواطر ده على كل شيء في الكون، على الجبال والبيئه والنبات والجماد والانسان والحيوان، يبقى ازاي اسال على انسان تاني لكونه مسلم او مش مسلم اذا كان هل يجوز ان انا اجبر بخاطره ولا لا؟ دي لا يعني دي اولى بقى. واحنا مش يعني انا اظن وقت البرنامج صديق جدا لما نحكي بقى القصص ان سيدنا رسول الله ازاي اتصل بجاره اليهودي وازاي النبي عليه الصلاه والسلام لا لما فكرنا بالامثله دي يا مولانا لو سمحت لما فكرنا لما مرت جنازه يهودي فوقف صلى الله عليه وسلم لها فالصحابه تعجبوا قالوا يا رسول الله انه يهودي، قال اليست نفسا؟ هو ده مش خلق الله؟ مش ده بني ابن ادم؟ انتم مش فاكرين الايه اللي بتقول ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزق بني ادم كلهم؟ لا بتتكلم على كل خلق الله. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فده نفسي ده ولا مش نفسي؟ يبقى اذا معنى الانسان فيه معنى انه مشترك معي. احنا كنا من حضرتك انا سامع حضرتك في قبل كده بتتكلم على ادراك المشتركات بالظبط، معنى ان هو مشترك معي في انسانيه وفي وطن وفي قيم وفي حضاره وفي تاريخ، ده معنى ما يروحش ابدا ويوجب عليا ليه حقوق اهمها ان انا اجبر بخاطره، ان انا ازوره، ان انا القي السلام عليه، مش زي بعض الناس اللي بتتحدث عن هجر السلام والتقاطع بين الناس، ده مخالف للدين بمقتضى سنة سيدنا رسول الله. ان انا اقول له كلمة حلوة، ان انا اسمعه دايما كلمة حلوة، ودي لكل الناس. حتى القرآن لما بيعلمنا بيقول لنا ايه؟ وقولوا للناس حسنا. قولوا للناس مش قولوا للمسلمين حسنا ولا للمسلمين، انما للناس حسنا. واحد اركان جبر خواطر الخلق انك تنتقي انت بتقول لهم ايه. يا مولانا والنبي، في ناس تحس انه كلامها، انا اسفه في الكلمه، دبش، يعني ما تبقاش حتى عارفه، يعني حتى يا اخي وهو بيقول صباح الخير تبقى عايز تقول له طب اسكت والنبي. تحس ناس بقى عندها، والله العظيم تحس ناس بقى عندها قسوه غير عاديه في طريقه التعامل. تدخل كده على موظف حكومي مثلا تحس انه بيعاملك من باب ان انا بعمل لك جميله، يا سيدي لا ده شغلك ده واجبك، مكشر في وشك مش عايز يرد عليك عدل، اصلا مش باصص لك وحضرتك بتتكلم معاه او بتقول له والنبي انا عايز ختم كذا او ورقه كذا او بتاع. حجه الهموم قال اللي هو شايلها، حجه الهموم اللي هو شايلها. انت عارف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيرشدنا ان ده عنده خلل في الايمان. يا عنده خلل في الايمان بهذه الطريقه، اللي تعبيره اللي ما يهتمش بالكلام اللي طالع منه بهذه الطريقه. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح في الحديث عند البخاري وغيره: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما تقول لنا حاجة في مترتب عليها وما تأذيش خاطر حد، يا إما الأحسن العبادة لك أنك تصمت وتسكت. طيب ما هو نفس الشخص ده اللي قاعد على مكتبه مكشر في وش المواطن وبيعامله وحش وما بيردش عليه، سواء هو كده عشان هو كده او سواء مستني يشرب شاي بالياسمين، يعني ايا كان ده او ده، هو نفس الموظف اللي ممكن جدا يفدم تلاقيه معلق ورا الايه القرانيه الكريمه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. طب انا عايز اقول للموظف ده والنبي استوعب معنى الايه الكريمه دي، لانك لو استوعبت معناها عمرك ما هتبقى كاسر لخاطر الناس كده، عمرك ما هتبقى اصل اتقان بالعمل مش ان انا اقعد عدد ساعات العمل الرسميه المفروضه عليا، اشتغل بجوده عامله ازاي واقابل اللي قدامي بطريقه عامله ازاي. في حاجه غايبه مش عارف ازاي نرجعها بس لازم نرجعها. ايه هي؟ ولازم نعمل، لازم نجتهد جدا لو احنا عايزين احنا ناخد خطوات لقدام. ما اظنش ان احنا هينفع نعمل حاجه الا بالحاجه دي، ان احنا نفكر الناس ان الامر مش مظاهر بس، مش الصوره اللي انت معلقها بس، الامر مقترن بحاجه مهمه جدا اسمها شعور، الحاجه اللي في قلبك، الايمان مقر القلب، احساسك بان دول خلق الله وان التعامل مع دول هو اللي هيوصلك لربنا، مش تعليق الصوره.
يا ريت يعني انت لو ما علقتش الصوره دي واحسنت التعامل مع الناس هيبقى طريق لله سبحانه وتعالى. لو ما علقتش الايه القرانيه الكريمه دي بس عملت باللي فيها مع تعليل ايه طبعا مع الاحتفاظ بقيمته. ايوه طبعا انا قصدي لو عملت باللي فيها بس عملت مقتضى حتى الف باء اخلاق وتعامل مع الخلق اللي هي الابتسامه. هو احنا ناسيين النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا وتبسمك في وجه اخيك لك صدقه يعني تعادل ان انا اطلع صدقه من جيبي كده؟ معقوله؟ يمكن تبقى اكتر صدقوني لا يمكن تبقى اكتر لان قول معروف ده ربنا اللي بيقول قول معروف يعني كلمه حلوه ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. الصدقه اللي انت بتطلعها وبعدين تبقى بعديها كلمه تجرح الخاطر او تكسر الخواطر يبقى يبقى القول الكلمه الحلوه احسن منها. لا طب ده بمناسبه الصدقه بقى ما تيجي نفكر الناس برضو بزوجه الرسول عليه الصلاه والسلام. اعتقد يمكن ستنا عائشه اللي كانت لما بتطلع الصدقه تعطرها تطيبها وتعطرها قبل ان تعطيها للفقير. فتسألت يا ستنا عائشه انت بتعملي ايه؟ بتحطي عطر على الفلوس او دنانير او ايا كان؟ تقول لهم لان الصدقه قبل ان تقع في يد الفقير فهي تقع في يد الله سبحانه وتعالى فانا اطيبها. ده ايه الجمال ده؟ جمال. واحنا لازم لازم نتكلم بعد كده عن قضيه الجمال. ده انا ممكن ابقى يعني عفوا بفتح شباك العربيه ادي الصدقه لعامل القمامه او عامل النظافه في الشارع بديها له بطرف ايدي كده وقرفانه كده وبتاع واقفل الشباك واكمل كلام تاني. ده ايه ده؟ ده خلل في اذا حصل من بعض الناس فده سيكون خلل في ادراك معنى الانسان وقيمته عند الله. الانسان ده حاجه كبيره قوي عند ربنا يا جماعه. الانسان ده قال لها ما اطيبك، ده بيقول للكعبه، ما اطيبك واطيب حرمتك وما اعظمك واعظم ما اعظمك واعظم حرمتك وما اطيبك واطيب ريحك إلا أن العبد أعظم عند الله حرمة منك. الإنسان ده حاجة كبيرة عنده، فعنده خلل في إدراك معنى الإنسان، وبالتالي عنده خلل في تدينه. لما يبقى كده أصله الكبر ده الكبر ده جريمة كبيرة قوي. والكبر مش معناه إن الإنسان يبقى مظهره كويس، ولا معناه إن الإنسان يبقى منصبه كويس، ولا معناه إن الإنسان يبقى الكبر معناه كده معناه ان انا اظن ان خلق الله اقل مني. طيب انا دلوقتي فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. من كبر هو ده الكبر اللي تكبر كده من جوه من ده. الكبر من هنا على ان دول اقل مني، وده جايبها من عند ابليس دي، لان ابليس قال انا خير منهم. هو ده مصدر المشكله. فانا بقول من وهي الرساله ان كل واحد يظن انه بعنصره كده وبطبعه افضل من خلق الله وانه يستحق ان انا افضل من خلق الله، احذر انت تقع فيما وقع فيه ابليس. في سوره الكهف بمناسبه الكلام، كلام حضرتك جميل جدا والله. انا عايز اقعد مع حضرتك 5 ساعات على الهواء مبدئيا كده، يعني 6 ساعات على الهواء، ساعه ونص دي ما تقضيش. كلام حضرتك بقى دلوقتي مهم جدا حضرتك بتقوله ده. الناس اللي فاكره ان انا، طب والله انا اعرف مسؤول حكومي بيمشي يقول محدش يعرف ربنا زيي، انا اكتر واحد في كل الناس اللي قاعده دي تعرف ربنا، انا استغفر الله العظيم انا ما اعرفش حتى هو يعني ازاي يقدر يقولها. انت مش عرفك مين قريب من ربنا ومين بعيد عن ربنا. بس ما علينا، دي نقطه ثانيه. نرجع للموضوع. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف بيقول ايه؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. صدق الله العظيم. في واحد فاكر انه ده انا داخل الجنة. بص انا بعمل ايه؟ ده كفايه الصدقات وكفايه اني بدي فلوس وكفايه اني باني مسجد وكفايه اني عامل كذا وعامل كذا. احنا عشان القعده دي تخرج بفايده للمشاهد بنقول له ايها المشاهد احذر من ده. وده بالذات اللي احذر من ده ايه؟
ان يبقى قلبك مستقر فيه انك اعلى من خلق الله. احذر من ده، انت على كده بتبقى على خطر عظيم، لانك كده بترس من ابليس المزله الكبيره اللي قال فيها انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يبقى انا ما اسجدش وهو يسجد وما اسجدش لده. خلي بالك، احذر من هذا شأن. المشاكل كلها طالعة من جوه، من هنا المشاكل، أو معظم المشاكل طالعة من هنا، لا يؤمنوا طالعة من هنا، ومظهرها بيطلع على الجوارح وعلى القلب. فلو سمحت اعتني بهذا الأمر جدا، لأن ده مزلة عظيمة وخطر على الناس اللي حولك. طيب، عندي هنا نوعين من الناس. في عندي واحد في ايده يجبر خاطر، يعني مثلا حد مثلا يجي يقول لي والنبي انا عايز مساعده في الحاجه الفلانيه دي، ها انا في ايدي ان انا اعملها بس ما عملتهاش، مش تطنيش بس مثلا اتشغلت نسيت خدش بالي، تمام. وفي نوع من الناس اللي هو اصلا ما بيسعاش ان هو يساعد حد، سواء في ايده او مش في ايده، هو في كل الاحوال فكره ان انا اساعد الناس دي مش في باله اصلا. ده ببصره ازاي وده ببصره ازاي؟ خلينا اما نظرتنا احنا طبعا خلق عند الله، وهم احنا لكن خلينا ننبهنا واحنا قاعدين، وننبه المشاهدين الكرام. مفتاح الخير ده، في شخص اسمه مفتاح الخير، اللي هو بيسعى في قضاء حوائج الناس، اللي هو بيسعى في جبر خواطر الناس طالما يقدر. واحنا بنتكلم برضو في حدود القدرة، لان ليس كل انسان يستطيع كل شيء، لكنما ما يقدر عليه، وطالما تصدق نيته، لان في ما يقدرش وينوي فيقوم يدرك بالنية، النية الصادقة الحقيقية اللي هو مصر بيها انه هيعمل، وهو ما عرفش يعمل بس فيدرك بنيته ما لم يدركه اخرون باعماله. مفتاح الخير سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلقا للشر، وويل ثم ويل ثم ويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. إن الله سبحانه وتعالى في الحديث الثاني يقول إن الله سبحانه وتعالى إن لله أناسا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم إلى الله وحبب الله إليه، ودول تجدهم ربنا سبحانه وتعالى يغمرهم بفضله. لأن هو أنا عايز أفكر الناس بسورة الضحى بسرعة كده، أنا عارف إن إحنا يمكن والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى دي تحط تحتها خط، هي صحيح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بس إحنا دايما هنبقى وراه يعني. ولا الآخرة خير لك من الأولى، ما ودعك ربك وقال أبدا في ولا لحظة من لحظات حياتك، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. على فكرة سيدنا النبي هنا قال: ولن أرضى واحد من أمتي في النار، عشان هو جبر خاطره، ربنا سبحانه وتعالى جبر خاطره، فهو كمان نفسه جبر خاطر الناس. ما دي بقى يا مولانا، لا معلش، حتى لو ما لهاش علاقه قوي بجد بجبر الخاطر، بس ليها علاقه بترجمتنا احنا لما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام. ما دي في ناس بتقول لك ايه، ما هو انا لو ما صليتش، ما انا باذن الله مسيري في النهايه في الجنه، لانه الرسول عليه الصلاه والسلام بشرنا ان احنا باذن الله تحرم اجسادنا على النار. يعني سيدنا النبي كده هو يشتاق ان انت تتجبر خاطرك، وتيجي انت يوم القيامه يبصيلك تبقى بظهر اللي هو سيدنا النبي هيتفخر بينا، وهي يعني وكده يتكسر بكده. لا، ده احنا بندعي ربنا ان احنا نقبل برضه، ربنا يقبل بينا قطر الحبيب. بس بعد ما قال له: ولا سوف يعطيك ربك وربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل تنهر. اللي يحب ربنا سبحانه وتعالى يعطوها نحو هذه العطايا، يتيما فآوى وعائلا فأغنى، فقير وضلا فهدى، يقول له: فأما اليتيم فلا تقهر، تجبر خاطر اليتيم، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك وحدث. طب لحظة واحدة، فأما اليتيم فلا تقهر مقصودة بس على فكرة إن اليتيم طبعا هو ربنا سبحانه وتعالى
وصى على اليتيم في آيات قرآنية كتيرة جدا. صحيح. لدرجة ان والله العظيم الواحد ساعات بيقعد يستغرب يقول هو ازاي في حد ممكن يبقى مسؤول او مشرف في دار ايتام يعذب الاطفال او ما يهتمش بيهم. ده مصيبته سودة. مصيبته سودة بنيلة. ده انت لو قريت لو مرة واحدة في شهر رمضان ختمت القرآن وقريته من يعني كله وشفت ربنا موصي على اليتيم ده كم مرة فيه هتعرف ان انت بتقوم باسم عظيم. انما سؤالي بقى هل برضو المقصود في الآية القرآنية الكريمة دي اليتيم بعينه ولا فكرة برضو جبر الخاطر؟ برضو نعممها انه المحتاج فأما السائلة فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر. لا تقهر حد ولا تنهر حد ولا تعامل حد بطريقة وحشة ولا تكشر في وش حد. الجبر الخاطر ده ساري في ده في الحديث الثاني ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما أتقبل الصلاة ممن يتواضع بها لعظمتي. وفيه يقول ورحم المسكين والأرملة ورحم المصاب. يعني اللي ما فيش عنده في قلبه رحمة بخلق الله جميعا اللي مش من جوه مستحضر ان انا اعامل الانسان واطيب خاطر الانسان كده ده مش هيتقبل منه الصلاة. انما اتقبل انه قال انما اتقبل الصلاة وفي نص الحديث يقول لي ورحم المسكين والأرملة ورحم المصاب فذلك نوره كنور طيب الشمس. طيب بمناسبة تقبل الصلاة حاضر عشان دلوقتي استاذ احمد صقر بيقول لي طب ربنا يجبر بخاطرك اجبري انت كمان بخاطري وخدي المداخلات عشان احنا معانا ناس كتير على التليفون حالا. طيب. سؤال واحد حضرتك بتتكلم عن الصلاة. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صحيح. تمام. في ناس بتفسر وبتقول انه لو انا اصلا صلاتي نبع من قلبي وحبي للصلاة وان انا مثلا اقول ايه اللهم اجعلني ممن يرتاحون بالصلاة او يقيمون الصلاة ليرتاحوا بها لا ليرتاحوا منها مش اللي هو المغرب ادن طب الحق بسرعة خلص الركعتين عشان اتابع المسلسل لا ان انا ابقى مشتاقة ان انا اصلي مشتاقة للميعاد الاذان عشان ادخل اتوضى واصلي واقابل ربنا واقف بين ايديه. ففي ناس بتقول انه لو الصلاة حقيقية ونابعة من القلب الى هذه الدرجة هو اصلا في حياتي العادية لن اقترب من الفحشاء ولا من المنكر لان الصلاة باذن الله في الحالة دي هتعصمني بقدر يعني طبعا باذن الله تعالى وحده من الفحشاء والمنكر. هي الفكرة دي قريبة مما يقول اهل الله والعباد ان حالتك في عند الذكر وعند الصلاة الخشوع بتاعك عند الصلاة وعند الذكر ليست حالة دقيقة لحظة الصلاة خمس دقايق بتوع الصلاة دي عبارة عن ثمرة وخلاصة لحالتك على مدار اليوم أو على مدار فأصله الإيمان ده عامل زي الإيمان والخشوع والكلام ده عامل زي البناء المتكامل. فأنت جوه الصلاة مش حاسس بالخشوع ليه يا ترى؟ قال أصلا أنت بره الصلاة أصلا ما مش مطنش وبعدين سارح في 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 خلق الله ما انتش كسر خاطر ده انت الحاجات دي كده فيقوم يأثر في الصلاة. ما هو الحديث هو معانا هو بيقول اتقبل الصلاة ممن رحم المسكين والأرملة يعني لما تكون كسر خاطر الناس طبعا هتأثر في خشوع في شوعك في قبولك للصلاة والله يا مولانا قبول الله للصلاة. في ناس يعني بتحاول تبقى كويسة وبتحاول تبقى قريبة من ربنا سبحانه وتعالى اول ما تقول نويت الصلاة الله اكبر تفكر في كل حاجه تسرح سرحان بس ده ممكن نتكلم عنه لاحقا ده ازاي اخشع في الصلاه ده مهم جدا. احنا كمان برضو احنا مش كمان عايزين نشق على الناس اكتر مما هو الواحد فيه دلوقتي والعصر السرعه اللي احنا فيه الناس كتيره بتشتكي من الموضوع ده انه في وقت الصلاه عايزين نركز بنقعد نسرح نفكر في مشاكلي ابني راح المدرسه ولا لا محصل الكهرباء جه على الباب خبط عايز فاتوره الكهرباء ولا لا في مشاكل كتير قوي. طيب. هذه الحالة طيب. ثمرة يعني نتكلم عليها بالتفصيل بعد كده بس مش عايزين الناس تنزعج أو تترك الصلاة دي لها تفصيل شوية نتكلم عليه بعد ياريت. كده إن شاء الله. ياريت نتمنى إن شاء الله إن شاء الله. خلينا ناخد اتصالات بقى ونرجع نشوف بقى الأسئلة اللي جات في التقرير عشان الناس مستنية ردود. الناس كلها كانت بتسأل كريم زميلنا وهو بيسجل التقرير امبارح هيتذاع إمتى أنا عايز أسمع رد الدكتور خالد عمران. رانيا الجيزة اتفضلي يا رانيا. صباح الخير. صباح النور وانا اسفه انك قعدتي على الخط كتير حقك على ابدا انا مستمتعه جدا بالحوار حضرتك. تسلمي اتفضلي. دلوقتي انا بس كنت عايزه اسال عن تعويض الصلاه انا للاسف كانت فاتتني صلوات كتيره وعايزه اعوضها. ده رقم واحد. السؤال الثاني فاتتك بسبب ايه؟ بتفوتك بسبب ايه الصلاه يا رانيا؟ بتفوتني ايه؟ بسبب ايه؟
لا هي لا انا اسفه هي مش بتفوتني، هو انا اللي مش بصلي يعني. انا قصدي ان انا قعدت فتره ما بصليش، عايزه بتكسلي يعني صلاتي. هل ممكن ولا لا؟ هل ممكن ايه السؤال ايه؟ هل تعيد الصلاه ولا لا؟ انك تعيدي الحاجات اللي فاتتك كلها؟ عايزه اقضي الصلوات اللي فاتتني اقضيها ازاي؟ حاضر. السؤال الثاني؟ السؤال الثاني، انا ابني عنده ان شاء الله يبقى 20 سنه في شهر ما شاء الله، ودخل في مناقشه مع اصحابه وبداوا يقولوا له ربنا عارف، المفروض ان ربنا عارف كل حاجه وعارف احنا من الصح ايه والغلط ايه. طب هو هيحاسبنا ليه؟ مش هو العليم؟ هو اللي عارف كل حاجه، مش هو عالم الغيب والشهاده؟ لا، يبقى هو مش عارف، ان هو هيحاسبنا في الاخر. فانا محتاجه رد قوي جدا. حاضر. اقنعه بيه يقدر يبقى عنده الصبر. فكره الانسان مصير ولا مخير؟ ايوه. حاضر بالضبط. حاضر يا رانيا. حاضر. ولو في وسيله اتصال بمولانا يبقى متشكره جدا. ممكن لو هو يقدر يتكلم معاه. طيب انا هقول لك على حاجه عشان الامانه، هندي دكتور خالد رقمك، او خليها تسيب رقمها في الكنترول. ما هي هتعمل كده. تمام. احنا تمام. لازم هتسيب رقمها وندي لحضرتك رقمها. طب ما تقفليش يا رانيا. حاضر. وان شاء الله يكون في رد من مولانا على جزئيه ابنك السن ده، اصله ده كمان 20 سنه، ده سن كبير. ده في بقى سن اصغر من كده دلوقتي 15 و16 سنه، وبالذات في الولاد بيقعدوا مع بعض. هو ربنا موجود؟ استغفر الله العظيم، يعني بيسالوا بعض السؤال ده. انت متاكد ان ربنا موجود؟ فلازم نتكلم يعني. دي مهم يعني، نقطه مهمه. لو ان شاء الله هتجيب عليها، بس المشاهدين عنده ابن عنده الاسئله في الحاجات دي احنا نتلقاها وكذلك نحاول نساعده حتى في خارج هذا. يا رب يخليك. حاضر ان شاء الله تديها اجابه تسمعيها لابنك يا رانيا باذن الله. منى اتفضلي. يا منى صباح الخير. صباح النور. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ربنا يا رب يعلم ام كمال وكمان يا رب. يا رب اللهم امين. اسال سؤالين. اتفضلي. السؤال الاولاني، معلش انا ما بتصليش. انا ايه؟ ما بتصليش. ما بتصليش. وكل ما باجي اصلي طبعا انا بشتغل، وطبعا لما باجي اصلي يعني بنسى الصلاه، بسمع الاذان بس بنسى الصلاه، وبيبقى قدامي يعني ناس كتير في الشغل ما بتعرفش اصلي، فبيروح مني الاوقات بتاعت الصلاه. لما باجي اجي البيت هنا اروح مكسله وما بصليش. السؤال الثاني، ان انا بشتغل وبعاني بيتي من اولادي، وجوزي قاعد طول النهار في الشغل، فتح شغله، فتح المحل، ما بيشتغلش، ما بيعملش، ما بيسويش، وانا اللي شايله البيت كله بعيالي بمصاريفها كله. يا ترى هل عند ربنا، عشان انا ما بصليش وربنا بيسوقني، هل عند ربنا ده حاجه غلط ولا صح؟ حاضر. يعني انت عايزه تسالي هقول لك عشان يعني انت عايزه تسالي تقولي طب هو ربنا سبحانه وتعالى مش يعني ممكن ما يحاسبنيش معرفة تقصيري في الصلاه مقابل ان انا اللي شايله البيت وشايله المسؤوليه ولا لا؟ فانا فكره دي مقابل دي اصلنا بنسالها كتير في حياتنا. بس في حاجه سمعتها، مش عارف سمعتها صح ولا ايه، هيعاقب الناس على الصلاه. ليه؟ اكتر حاجه اول نزولنا القبر بيحاسبنا الله على الصلاه. طيب استني عشان اشوف. هو جوزك عايز اسالك على حاجه يا منى، زي ما كنا حضرتك حاجه منعاني، حاجه بتاثر يعني بتاثر فيا في حاجه تانية، او بتمنعني عن الصلاه في حاجه تانية. حاضر. طب اتفضل. هو جوزك بيشتغل، مش قاعد يعني بيشتغل، بس هو منشغل بشغله، ما بيروحش البيت يعني، ما مش منشغل بشغل البيت، مش كده؟ بنشغل في البيت، بنشغل في المحل اللي انا بشتغل فيه، ما بقاش في وقت بسمع الاذان. لا لا لا، جوزك يا منى، انت اللي فهمناه ان جوزك عنده زي مكتب او حاجه فاتحه طول النهار وقاعد ورشه، وطول والورشه دي في وشها قهوه طول النهار قاعد عليها، جاله ورشه وسايبها وقاعد على القهوه اللي قصادها. طيب. وما بيصرفش على البيت. حاضر يا منى. حاضر. اول ما بيجي له شغل يقوم. حاضر حاضر. الاهتمام الشغل للولد اللي عنده اللي بيشتغل بقاله سنين، طبعا مش سائل شغل جه مش شغل مش جه، اهي مراتي بتجيبه خلاص. حاضر يا منى. وصلت يا منى عشان اخد بس الناس. حاضر يا منى. محمد، استاذ محمد من دقهليه، اتفضل يا فندم. الو. اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت حضرتك ممكن اسال الشيخ سؤال؟ مع حضرتك يا فندم. لو سمحت حضرتك، انا دلوقتي استلفت من خالتي غوشه ذهب. انا مش سامع كويس. لا صوت يا شباب. معلش. الو. قلت لها يا فندم هاخد الغوشه الذهبي. انت استلفت من مراتك بتقول؟ بتقول لحضرتك من خالتك. من خالتك. ها؟
قلت لها سدد ثمنها جابت 3200. ايوه قلت لها سددها بعد 3200 دولار بعد 5 من يوم وفاه امي. قلت لها 5 سنين معدوم مش المسلمين عنده خصوم، يعني اتفقنا كده حضرتك سليم ان انا رجعها. انت اتفقت خدت منها حاجه واتفقت ان هي هتديها لها بعد 5 سنين مش كده؟ ايوه اديها 3200 ثمنها. المهم انت اتفقت على هتدي بعد مده قد كده صحيح؟ اه بعد 5 ولسه ما معدوش. قلت له اه لسه ما معدوش. وهي بتقول لك هات الفلوس دلوقتي. لا ما قالتليش حاجه خالص. طب خلاص يبقى الحمد لله احنا مفيش مشكله كده اصلا. يبقى انا كده ربنا يعني ربنا كده مش غلط يعني. لا مش غلط مش غلط بس انت بس تبقى عارف ان معرف زوجتك معرف فلان ان عليا مبلغ وقدره قد كده. احنا محدش عارف يعني قضاء الله ايه فيبقى احنا عارفين. يعني انت دلوقتي عندك ال 3200 بعد ما الخمس سنين يفوتوا مش حرام ولا حاجه. لا بعد 5 سنين يفوتوا وكنت قادر يبقى ما ينفعش، انما مش قادر على انك تسدد تبقى تستاذنها في ان انت تاخر شويه. السؤال ده مهم جدا. حضرتك ورب توصل لحضرتك. شكرا ليك يا استاذ محمد، السؤال ده مهم جدا على فكره لان دلوقتي في الوضع الاقتصادي الصعب ناس كتيره جدا بقت مديونه. طيب. لو حد نعممها يا مولانا لو سمحت، لو حد عليه دين وقادر يسدد الدين وما سددوش موقفه ايه؟ او يعني حكم الشرع ايه؟ ولو مش قادر يسدد ما زالت العثره الماليه اللي هو فيها مستمره سنوات طويله. نيه سداد الدين فيمن شيء مهم سواء للافراد او حتى للبنوك، يعني نيه سداد الدين سداد مهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها، يريد يعني ناوي، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. دي حاجة. إنما في واحد بيبقى عايز يسدد الدين ثم يتعثر من حق طبعا صاحب الدين يسعى أن يأخذ دينه، لكن هل على المتعسر ده وهو متعسر فعلا حرمة أو إثم؟ لا مفيش حرمة، الله غالب يعني إحنا الله غالب ولا ده. طيب. وهنا هيبقى فيه إما الإنذار إما التصرفات الكثيرة طيب. التي أنا حجمع بين اتصال رانيا واتصال منى في جزئية الصلاة، وبعدين ناخد موضوع ابن رانيا وموضوع ان منى شايله البيت كله، فبتسال هل ربنا طيب. ممكن يشيل ده قصاد ده ولا لا؟ ناخد موضوع ناخد الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يا جماعه. والصلاه زي ما احنا قلنا كده مش مجرد تكليف، ده بعد شويه هتحس ان الصلاه دي هي اللي بتذهب لك هموم الحياه، وبتخلي فيه اتصال بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ساعة لما الخلق اللي زي جوزك واللي زي ابنك ولا اخوك، ساعة لما يحصل منهم موقف مش كويس يكسروا خاطرك في حاجة، تلاقي قناة تجبر الخاطر هي الصلاة والاتصال بالله سبحانه وتعالى. فالصلاة لا نحافظ عليها. طيب اللي فات منه صلاة يعمل ايه؟ اللي فات منه صلاة يكررها يقضيها بأي طريقة متيسرة، يحسب بالمتوسط كده فات كام مني أنا سنة سنتين أو أقل أو أكثر، ونحسبها بالمتوسط. طب أنا مش تعبان، أنا مش يعني في وقت ممكن مش عايز اقول يسرق للصلاه لان الوقت بتاع الصلاه مش بيسرق، انما عايز اقول يخصص للصلاه ويعرف الجميع ان فيه. شوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وده سيدنا النبي يعني حتى ما كانش، لكن قال لك ايه؟ كان يكون في مهنه اهله بيخدم اهله، يخيط ثوبه ويكنس بيته ويحلب شاته، هو صلى الله عليه وسلم بنفسه ما كانش بيتعب. حتى إذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يسيب كل حاجة في إيده، يسيب كل حاجة، مع إنه هو قائم بكل حاجة أهو. يعني برضو علشان أبديه من جبران الخواطر إن الواحد يقوم بشيء مع أهل بيته. طيب بس الصلاة، الصلاة دي قالوا أرحنا بها يا بلال، شايف المعنى ده؟ وشايفين أرحنا بها، أرحنا بها وليس أرحنا منها، وليس أرحنا منها، يعني حاجة بقى عشان اتصل بربنا بقى. ساعات بيحصل ان انا ببقى عايزة، وعلى فكرة من الحاجات الحلوة قوي النصائح اللي سمعتها يقول لك ايه، عشان انا لسه كنت بقول قبل الاتصالات ما تيجي،
اول ما بقول الله اكبر كل افكار الحياه تيجي على بالي. ففي الاخر وانا وانت بتختم وانت بتسلم ضميرك بيبقى مأنبك، يعني انا ما ركزتش في الصلاه كويس، حتى في من ضمن الادعيه يعني ما معناه اللهم اغفر لي صلاه قمت بها او صلاه اديتها يعني لا تليق بعظيم جلال وجهك، انه الصلاه انا صحيح صليت بس الصلاه دي يا رب مش دي اللي تليق بيك. في حد مره قال لي حاجه لطيفه جدا، تخيل انه انت لما مديرك في الشغل بيطلبك في اجتماع مش بتبقى او بيطلبك في حاجه مهمه مش بتبقى مركز معاه قوي، وده مديرك اللي هو انسان زيه زيك، ما لما رب الكون بيندهلك خمس مرات في اليوم ويقول لك اقف بين ايدي طاهر متوضي وسلم نفسك ليا بفكرك بدماغك بكل حاجه، ازاي المفروض اكون بقى مركزه قوي مع ربنا سبحانه وتعالى، وازاي ممكن اسمح ان الشيطان يقعد يخليني اسرح واطلع من الصلاه واطلع من بافكار واطلع من حاله الخشوع اللي انا المفروض اكون عايش فيها. طيب نخلي بالنا بقى من حاجه مهمه، السرحان في الصلاه ده مؤشر على حاجتين، حاجه هي الحقيقه ايجابيه لما تيجي تدقق فيها، هي حاجه ايجابيه ان لسه الشيطان شايف في صلاتي امل، لسه فيها امل وبالتالي مترصد بيا علشان يفسدها شويه اللي باقيين في الثواب وفي اللي عايز يفسدها، فاوعى تخلي دي حالة الصلاة بالطريقة دي كده تبقى تنسحب من الصلاة، اوعى ده بالعكس، ده احنا هنخطط علشان نرتقي مش علشان نتراجع. تمام. يبقى احنا هنصلي وهنصر على الصلاة، وخير وسيلة هي المداومة، وأحرى بالصبر أن يحظى بحاجته ومدبن القرع للأبواب أن يلجأ. إن أحسن وسيلة أنك تثبت في باب ربنا. اوعى تتراجع. ده احنا من كتر ما ساعات بنسرح يا مولانا في الصلاة. ساعات اوتوماتيكلي بتحسب اوتوماتيكلي بنصلي الركعه السهو اللي هي الزياده في الاخر، بقول اصل انا مش فاكره هم كانوا انا صليتها اربعه ولا ما احنا هنستعين بقى بحاجات ثانيه هقولها دلوقتي. تمام. انما اوعى تتراجع. انا في واحد اعرفه كان بيقول انا في صلاه التراويح بقعد احسب الديون الخارجيه اللي ليا كلها. يعني ايه اول خطوه؟ اوعى تتراجع. يعني ايه بقعد احسب الديون الخارجيه؟ يعني هو صاحب محل بقاله، من كتر ما بيسرح يعني صاحب محل بقاله فبيقعد يحسب. طبعا ده حاجه مش صحيحه ولا كده، واحنا بس غصب عننا والله ما احنا صرحه مع احنا بعض وبنتكلم عشان احنا عايزين الحاجه الوحشه دي نبطلها، عايزين احنا بنقول ده فيه شو جزء مؤشر ايجابي مقتضى انك تستمر، اوعى تنقطع، اوعى يزين لك الشيطان ان انت ما فيش امل فتنقطع، دي حاجه. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، طب نعمل ايه؟ هو ده بقى السؤال التالي علشان اخد اكتر درجه اكبر. نعمل ايه؟ قالوا تستعينوا على الخشوع بعدة امور. في خارج الصلاة تبقى كثير الذكر لله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. في خارج الصلاة تستغفر ربنا كتير، تصلي على النبي كتير، تقول لا اله الا الله كتير. في الصلاة جوه الصلاة تستعين ان انت ما تنظرش الا لمحل سجودك وانت واقف. وانت واقف او انت واقفة اركز عيني على نقطة معينة؟ على محل السجود. محل السجود. نستعين ان احنا على قد ما نقدر، رجل كان او امراه على قد ما نقدر ننزل صلاه الجماعه. الجماعه وان الشيطان اقرب من الى الفرد وهو من الجماعه ابعد. فنستعين ان احنا نلتزم صلاه الجماعه. نستعين بالالتزام لان الصلاه زي ما قلنا هي نتيجه لما يحدث في الحياه. فتبعد عن الفحشاء والمنكر تجد اثر ذلك في الصلاه. وفي طيب. الاول والاخر استعين باللي فرض عليك الصلاه او باللي خلى عليك الصلاه بربنا سبحانه وتعالى. قول له يا ربنا انا عايز اخشع في الصلاه. الله. وانظر اليه ماذا سيصنع. الله الله. طيب هاخد هكمل بقى في جزئيه ابن رانيا ومنى، هل حاجه تشيل حاجه؟ بس اخد معلش اتصالات طيب. ثانيه مولانا رجاء الجيزه اتفضلي. عايزين ننسى اتصال بتاع ابن ما رانيا. انا بقول ابن رانيا. لا ده نقطه مهمه جدا. رجاء الجيزه اتفضلي يا استاذه رجاء. طيب دينا اسكندرية اتفضلي. طيب معلش التليفونات قعدت كتير معانا وفصلت. مين؟ استاذ عزة القاهرة اتفضلي يا فندم. انا بعتذر، فيه غالبا في مشكلة في التليفونات. طيب نرجع للسؤال بتاع ابن رانيا. ابنها عنده 20 سنة تقريبا ودخل فيه جدال اللي فيه كتير من الجيل ده دخلوا فيه. نعم. بس في ناس عندها الشجاعة انها تعترف بده وتقول انا ابني بيمر بالفكر ده او صحابه
وفي ناس مش عايزة أو مش واخدة بالها أصلا. في الجدال بتاع الإنسان مسير ولا مخير، هو ربنا سبحانه وتعالى عارف كل حاجة ولا ربنا مش، استغفر الله العظيم، مش عارف بدليل أنه بيحاسبنا يوم القيامة؟ لو كان عارف ما كانش أصلا عمل الحساب. نفك بقى الاشتباك ازاي عند السن الصغير ده اللي لسه محتاج يفهم مننا اكتر. اولا الجدال الدائر والاسئله الدائره، السؤال يا جماعه احنا عندنا في 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 حتى المثل يقول لك السؤال محرمش، وطالما السؤال تدول كده بالطريقه دي خلاص هو لم يكن متداول كانت، لكن طالما السؤال بدا يتداول اوعى تنهر ابنك، اوعى تنهر بنتك لما يحصل حاجه زي كده. طيب انا عارف اجاوب، وسمعت الشيخ الشعراوي، وخصوصا الشعراوي لانه الشيخ الشعراوي كان يتناول هذه المساله كثيرا. يبقى كويس. ودكتور مصطفى محمود والدكتور مصطفى كثير يعني، لكن انا بقول يعني على سبيل انا سمعت الشيخ الشعراوي على سبيل الدعوه ونقلت وعرفت ابسط كمان، لان هيبقى المهمه الثانيه ان فيه شيفت بارادايم حضرتك اتكلمت عنه، البارادايم شيفت اول، ففيه فجوه شويه بين الاجيال، فيمكن تحتاج النقله من الشيخ الشعراوي للجيل اللي بعديه الى اعاده تحويل للمعلومات. حل. عرفت ما عرفتش، يبقى عندي في متخصصين، واحنا الحمد لله مثلا على سبيل المثال في دار الافتاء وفي الازهر وكذا عملنا لجان متخصصه لاستقبال هذه الاسئله وللاجابه عنها. ابني بيسال هو ربنا كان عارف ان انا هعصي ولا ما كانش عارف؟ هو ربنا سبحانه وتعالى اولا ما امرش حد بانه يعصيه، لكن المعرفة دي والعلم بناء حتى في عرفنا، الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان يقول لك المدرس الشاطر يعرف الطالب اللي في سنة أولى ثانوي هيبقى إيه، هيدخل كلية إيه، ده في أولى ثانوي دخل الحصة في أول بتاع، بس مدرس بقى شاطر بيعرف المهارات بتاع الولاد، السكيلز بتاع الولاد، فعرف إن الطالب ده ذكي، وذكي عنده القدرة اللغوية، فهيدخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه، هيدخل كليه درس. فطبعا اللهم لا تشبيه ما بنا بخالق الكون، فهو لو احنا لسه هننتقل، ده المدرس مدرس شاطر عنده مهارات وعلمه مهما كان فهو علم مقيد، وكانه مثال يرسل الينا معاشر البشر، بيقول ان حتى مع العلم المقيد ده فيه قدرات تستكشف عقول الناس وتعرف مآلتها. طيب ما بالك بصاحب العلم المطلق، صح، اللي هو اسمه الوصف الاله، تعرف يعني ايه اله؟ رب يعني الكون، صاحب القدره المطلقه والعلم المطلق والكمال المطلق. طيب وفي نفس الوقت هو عارف منكشف قدام، اسمه صفه انكشاف، العلم كده مرايه قدامنا، يعني صفه انكشاف ولله المثل الاعلى مراه، لكن عمره ما قال لحد، او انا اسف استغفر الله، يعني لم يقل لاحد افعل دي ولا تفعل دي، بل قال له افعل الخير واترك الشر. ليه حضرتك استغفرت ربنا لما قلت عمره ما قال لك؟ يعني عمره دي عمره. طلع احنا طيب. في الصفات طب ممكن الالهيه بالمره بقى، ممكن بالمره بقى الحلفان بتاعنا وحياه ربنا، وحياه ربنا بس حياه ربنا في حياه، اصله في لله سبحانه وتعالى صفه الحياه، يعني صفه اسمها الحياه، مش حرام مش غلط، لا من تقبل تقبل لكن انا لكن في كلمه عمره دي ما يعني بنقولها بقلب قوي، عمر ربنا ما يرضى بظلم حد، بلاش ان احنا مع الله سبحانه، احنا دايما مع الله نتخير الحاجات دي. ولذلك فما قالش بس حياه ربنا، لا عشان في ناس كتيره قوي عندها الحلفان ده، وحياه ربنا وحياه ربنا حلفان، ويلزمه ويلزمه يعني يحنس او لا يحنس. طيب تمام. ف ما قالش لحد افعل شر، ولا قال لحد اعمل، انما امرنا بالخير ونهانا عن الشر. في جزء كده بقى هنعرفه بقى ان شاء الله، ينكشف تماما لما نرجع اليه سبحانه وتعالى، بس احنا دايما في هذه الدار بيبعت لنا امثله زي بتاعه المدرس دي، واللي هو الشيخ الشعراوي كان دايما كان يشرح انكشاف الـ 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 الشيء هل غير الامر به، غير الامر به حضرتك كده، دي دخلنا اهو في المصطلح يمكن المصطلح الاكاديمي، نقول العلم صفه انكشاف، انكشاف. طب سؤال بقى، الانكشاف ده هل هو ما قصده رب العالمين في سوره قاف، لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد؟ لا ده بقى الوجه الاخر من القضيه، خلي بالك
في احنا عايزين هنا في الدنيا في مظلة كده حاجبة عننا حاجات كتير، لان احنا في عالم مهما كان في عالم لسه في مرتبط باسباب ومسببات وقوانين مش كده، وده عالم مرتبط كثيرا بالجسد مثلا وقوانين المادية وكده. لما هننتقل الى العالم الاخر اللي هو مرتبط بالروح، لا ده قوانين فاسدة اخرى، الغطاءات هتنكشف وفي كثير من الامور التي يصعب تفسيرها، واحنا عايزين هنا هتبقى خلاص هي كانت كده، يعني احنا هنقول هي كانت كده دي حاجه سهله جدا، بس احنا لاننا مرتبطين باسباب العالم فهو بيقول للانسان بقى انت كنت فاكر ان الحكايه دي صعبه وانت في الدنيا، ده احنا كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، اليوم بقى تقدر تبص على الحقائق كما هي، الحقائق تنكشف لان العالم الروح ده مفيش نفس قيود القوانين اللي انت فيها هنا. طيب ده منى بس الجزء الثاني من سؤالها اللي بتسال، هو ربنا سبحانه وتعالى ممكن يسامحها في ان هي مقصره في الصلاه مقابل ان هي عامله دور المفروض ان هو مش دورها، ان هي شايله البيت وفاتحه البيت وواخده مسؤوليه ابنها وبتاع لان جوزها قاعد على القهوه طول اليوم ما بيشتغلش، هل في حاجه اسمها انه ده قصاد ده عند ربنا سبحانه وتعالى؟ خلينا اقول احنا مكلفين بده ومكلفين بده. تمام. واحسن البني ادم هو اللي يقدر يوفي بادواره المختلفه، يعني ما يخليش دوره مع ربنا ياثر عن دوره مع ربنا، ولكن ومع ذلك رحمة ربنا دي بقى يعني لما هتروح عند ربنا فربنا سبحانه وتعالى ينظر في شأنها تبتاعه هو بقى سبحانه وتعالى، فقد يجد في الأرض فإن يسبنا فبمحض الفضل، فضل واسع ورحمته وسعت كل شيء، أنا ما أقدرش أحكم على اللي الإنسان هيشوفه عند ربنا، أنا أقدر أحكم أقول إن بحسب هذا إحنا مكلفين بكذا وكذا. يا اسمها إيه؟ اسمها منى. يا منى احنا مكلفين بالصلاة ومكلفين برعاية البيت ومكلفين طبعا تفضل منك ان انت بتعملي الواجبات دي كلها من غيرك. ايوه عايزه يا مولانا والنبي. لا 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 عشان بس الرجاله اللي فاكره انه ده حق مكتسب ان الست تنزل تشتغل وتدفع في البيت وتصرف وبتاع. لا لا طبعا ده تفضل نفق على البيت يلزم الرجل، بس الست المصرية اثبتت غير كده. صح الست المصريه بجدعنتها مش لان ده الاسلام فرضوا عليها او الدين فرضوا عليها، لا طبعا تمام، طول عمر الست المصريه واقفه واقفه تبني قائم للاسره المصريه. اوعى يا ستات لا ده احنا مأملين فيكم كتير. ايوه طيب فده واجب وده واجب ورحمة ربنا بقى هي اللي طب هي المجد. على نفس في نفس السياق انا بس كل الاسئله اصلها اللي عماله بتتسال لنا على طول او واحنا بنسالها في نفس السياق، واحد يقول لك ايه بص انا ما بصومش رمضان ها بس انا مثلا بعمل كذا كويس وبعمل كذا كويس وبعمل كذا، هي مبدا انا بعملش كده بس انا بعمل كده، يعني معلش يا مولانا انا عارفه ان حضرتك شرحتها بس لان دي مهمه وبقينا كتير قوي بقى بنقولها دلوقتي، بص انا ما بصليش بس انا بتصدق، بص انا مش بصوم رمضان بس انا بعمل كذا، بص انا بعمل علاقات مثلا محرمه او يعني غير شرعيه بس انا بصلي ما بفوتش فرض او مثلا او بعمل زكاه كويس او عامله صدقه جاريه كذا، فكره حاجه قصاد حاجه. العبادات العبادات يعني اقصد بها العبادات وتزكيه النفس وعماره الارض، كل الشجره دي منظومه متكامله. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان بيشبه الايمان بالشجره، فالشجره منظومه متكامله ما ينفعش تيجي على ركن فيها وتهدمه، ده اللي نقدر نقوله. العبادات منظومه متكامله، بنقول اللي بيتصدق وما يصليش لو سمحت تصدق زي ما انت وكل حاجه وطلع، بس لازم بس صلي بس علشان الصلاه معيار لك الصلاه يعني خير ده فرض وده فرض وده فرض، ما فيش حاجه اسمها حاجه قصاد حاجه، هتحاسب على ده وهتحاسب على ده. ده احنا في الثانويه العامه لما بتيجي الثانويه العامه طيب. ممكن نجيب 100% وتيجي ماده واحده تمثل مشكله فتبقى مشكله في الجميع، لو سمحتوا الامر كله متكامل ودي منظومه واحده. طيب اسمح لنا ناخد اتصالات ونرد بقى سريعا على الحاجات اللي جت في التقرير وعلى بعض طيب الرسائل اللي جت. طيب انا عايز ممكن التقرير نعمله ردود تلغرافيه بعد ناخد الاتصال.
حاضر ماشي. اه يعني زيت الغرفات سريعه كده. اشكرك وبعدين أشكرك. وبعدين نبقى نلتقي في جانب في وقت اخر نفرد ليه. اشكرك. اخد استاذ احمد. اتفضل يا فندم. صباح الخير يا استاذ امين. صباح النور. اتفضل. الشيخ الجليل الفاضل. شكرا يا فندم. دار الافتاء ربنا يخليك. اتفضل يا فندم. بص معلش انا عايز اسال في حاجه اكبر من اللي بيقول لك ان ربنا ليه هيخلينا نعمل غلط ولا مش غلط. لو سمحت والنبي ما تتوه والموضوع وترد لي عليها يا عم الشيخ. ما بنتوهش حاجه يا فندم. اتفضل بس قول سؤالك عشان الوقت. طيب اتفضل. سؤالي انت رئيس امين دار الافتاء. ينفع ان الدين ما يكونش ماده اساسيه للطلبه في البتاع؟ اوعى تقطع الخط. لا 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 لا. استاذ احمد تفضل. حضرتك على طول بتكلمنا وعندك هاجس ان احنا هنقطع عليك الخط ليه يا فندم؟ كل ما يكلمنا انا فاكره حضرتك كل ما تكلمنا على الهوا عندك هاجس ان احنا هنقطع الخط عليك. عشان بتكلم للصالح العام. يعني يا فندم هو اللي بيتكلم للصالح العام احنا بنقطع الخط عليه يا فندم؟ يعني احنا ضد الصالح العام؟ اديني بقى فرصتي. حاضر. طب ممكن انا اقول السؤال عشان الوقت؟ هل المفروض التربيه الدينيه تبقى ضمن المجموع وماده سقوط ولا لا؟ يقول اللي لازم. بص رئيس دار الافتاء اللي قاعد عم الشيخ لازم يقول اللي ما اتعملش كده يبتدي في الموضوع ده. يقول اللي ما اتعملش ان هنعرف رايه ايه يا فندم؟ ما ينفعش نقول له قول كذا. هنعرف رايه ايه كامين للفتوى في دار الافتاء؟ انا مش عايز رايه انا عايزه يستفتيني في الشيخ الازهر. ايوه رايه ورايه كراي الدين الحكومه انها مش عايزه تعمل ان الدين ماده اساسيه. بشكرك بشكرك يا استاذ احمد حالا دلوقتي. استاذ عزت اتفضل يا فندم. استاذنكم بس لان احنا فاضلنا اقل من ربع ساعه على الهواء فناخد اتصالات سريعه بس. استاذ عزت اتفضل يا فندم. صباح الخير يا استاذ منى. صباح النور يا فندم. اتفضل. ممكن تجبري بخاطري؟ ربنا يجبر بخاطرنا جميعا. اتفضل. طيب انا دلوقتي بالنسبه للصلاه لو حضرتك بتصلي وفي الشيطان بيوسوس لك استعيني او استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. ما انا ببقى جوه الصلاه استعيذ. حاضر. لو قبل الصلاه وان انت تبقي عارفه. وعلى فكره ده مؤشر ان انت تبقي كويسه لانه الشيطان ما بيروحش للي هم وحشين عشان يوسوس لهم. الناس اللي هم كويسين بس هو اللي بيحاول ان هو يثنيهم على الحاجات الحلوه اللي هم بيعملوها. نعم. اللي انا عايز اساله ان احنا النهارده ده الفقره ممتازه. عارفه يعني ايه ممتازه؟ يا رب يخليك. لان احنا النهارده بنبسط المفاهيم اللي هي بالنسبة توصل للناس بالنسبة للدين عشان الدين ده لا يشاب أحد الدين إلا غلبه. فإحنا دلوقتي بنتكلم ببساطة علشان نرد على تساؤلات الناس. اللي أنا عايز أعرفه من فضيلة الشيخ أولا كمان ليه تعقيب عشان في حاجات كويسة إن أنا بتكلم لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فيبقى الهدف من الدين كله انه يبقى مش الاخلاق بس لا ده مكارم الاخلاق بس في حاجات اساسيه لازم تتعمل ما ينفعش ان هي ما تتعملش لان على سبيل المثال الصلاه عماد الدين من اقامها اقام الدين فدي حاجه من العمود الاساسيه اللي هي تبقى موجوده. طبعا انا مش هتكلم في الحاجات والافتاءات انا بس عايز اقول رأي فضيلة الشيخ ايه في الناس اللي هي بتطلع بحاجات ممكن تبقى مش مفهومة للجمهور زي ما حد يقترح انه المرأة تطلق نفسها. زي حاجة تانية انه واحدة تانية وممكن هي حتى ليها علاقة بالازهر او بالجامعة الازهر دكتورة فاضلة بتقول ان هو لما الست تتطلق تاخد نص دخل الراجل لو هو جوز التانية هتاخد ربع اللي فاضل بقى يعني. حاضر. الكلام اللي هو موجود ده محتاج من ال دار الافتاء بالذات ان هي تفتي باللي بيصلح عمل الناس. اللي انا عايز اقوله في النهاية وده حاجة مهمة جدا وممكن تتعمل في الحلقة دي او في حلقات تانية ونطمع انه فضيلة الشيخ يتكرم علينا ان هو يبقى الحلقات متقاربة. ايه اللي يخلينا وإيه اللي يساعدنا عشان ما نبقاش من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. شكرا يا منى وتمنياتي لكم كلكم بالتوفيق. ولحضرتك بشكرك. أنا عندي هنا هنجاوب على النقطتين دول. أنا أخذ بس السؤال الأخير علشان أنا عندي هو الموضوع اللي احنا للأسف فضلنا 10 دقايق فاحنا وعايز أقول للأستاذ المستمع المشاهد الكريم وكل الناس إن احنا في دار الإفتاء بصدد عمل
المؤتمر الدولي اللي احنا تكلمنا عليه قبل الحلقة، المؤتمر الدولي لدراسة أثر الفتاوى على استقرار المجتمعات. الله. بننطلق من مسلمة أن الدين والتدين والإفتاء جزء من حل المشكلات وليس جزء من المشكلات. وأن اللي احنا سمعناه من الفتاوى الشاذة عبر الفضائيات والسوشيال ميديا وعبر ومن الجماعات المتطرفة ومن غيرها، هذه ليست فتاوى أصلا، وهذه اسمها فتاوى شاذة. احنا عاملين مؤتمر في دار الإفتاء في آخر هذا الشهر من 15 ل 17 في منتصف هذا الشهر لدراسة كيف الإجراءات التي نواجه بها هذه الفتاوى، وإن شاء الله يخرج عندنا عدة مشاريع مش عايز نحرقها دلوقتي. إن شاء الله ده مؤتمر يعني فكرته في منتهى الجدية والإحترام، ويتميز إن شاء الله بإذن الله يكون كاميرا صباح دريم موجودة ترصد المؤتمر، إن شاء الله نتحدث عنه كمان في البرنامج إن شاء الله، ونتكلم عن التوصيات اللي هيخلص إليه. ويعني المؤتمر بيتميز بأنه عامل مجموعة من ورش العمل، مجموعة من المشروعات اللي المفروض تخرج إن شاء الله إلى النور قريبا. فأبشر المستمع الكريم وأبشر كل المستمعين إن إحنا بصدد، إحنا درسنا هذا الموضوع يعني مش من أول مرة هندرسه، بس إحنا بصدد تكريس التحويل الإفتاء إلى تحويل الإفتاء إلى حالة بناء مش حالة رد ولا حد. سريعا بس عشان الاخ الاستاذ احمد اللي معتقد ان احنا بنقفل عليه التليفون، واحنا عمرنا ما قفلنا عليه التليفون. ماده التربيه الدينيه، لما عشان هو بيقول لي افتيني في الماده التربيه الدينيه، دار الافتاء بتفتي الاشخاص فيما يرشد حالتهم. فيها اختصاصات اخرى لوزاره التربيه والتعليم وللدوله بتقدر ما ينبغي ان يدرس حسب. اسمح لي لا يا مولانا كلام. هو عايز راي الدين يا فندم، هو بيقول لك هل الدين المفروض يعني يخلي الماده دي ماده اساسيه النجاح والسقوط المجموع فيها ليه علاقه بالنجاح او السقوط، ولا يهمش الماده دي؟ هو حدث فعلا، وان وزاره التربيه والتعليم وبالتعاون مع الازهر الشريف والتعاون مع الاوقاف ناقشوا المشكلة وخرجت نتيجة، وبتتعامل في المدارس من فترة، وهي تدريس مادة الأخلاق على أساس إن القدر المشترك بين الأديان واتدرست في الأخلاق. طيب. ماشي، أنا نتوسع في تدريس الدين وفي المدارس وفي الجامعات ونرى كيف نجد الفرصة السليمة لتدريس الدين، لأن في ناس يعني في ناس بتنتهز هذه الفرصة لدراسة الدين في أماكن كثيرة. وندعو الناس عشان يقولنا في الأزهر ويقولنا في دار الإفتاء لنساعدهم في دراسة الدين. طيب سريعا بقى، تلغرافات سريعة في خمس دقايق بقى إن شاء الله نجيب على أكبر قدر ممكن. إزاي أوفق بين حرية الشخص الآخر وبين اللي بيفرضوا الدين؟ يعني بين الحرية وبين ما يفرضه الدين. أنت حر ما لم تضر. الله ينور. في ناس بتحلل الجواز العرفي وتحلل جواز زواج القاصرات، إيه الصح من الغلط؟ إحنا تايهين. الزواج عقد شرعي مبني على شروط وأركان كلها لإقامة المجتمع الرشيد والحفاظ على النسب والأسرة، ما خلاف ذلك فلن يكون زواجا ولن يكون شرعيا. نعم. رأي دار الإفتاء في زواج المثليين، وأنا عارفة أن السؤال طبعا ممكن ناس كتيرة تستهجن السؤال، لكن أنا دايما أقول مفيش حاجة اسمها سؤال صح وغلط، اسأل باللي في بالك لو أنت فعلا عايز تعرف دينك بيقول إيه. أنا بس معترض على كلمة قالت في زواج التقرير مثليين أصلاً؟ في كلمة قالت في التقرير أن ده انتشر، إحنا مش عندنا انتشار لهذا ومفيش لسه، ومصر ما أقرت في هذا. لا الحمد لله، احنا ما يعني ده قرار في بعض الدول واحنا مش عايزين ندخل في التفاصيل. احنا مصر محافظه على قيمها، وهذه ما فيش حاجه اسمها زواج مثليين اصلا. الزواج عندنا عقد شرعي ويشترط ان يكون بين رجل وامراه، فما فيش حاجه عندنا يعني المصطلح ده ما فيش، مش زواج اصلا. في سؤال عندي للاسف مش عارفه اقرا الخط يا شباب، هل في حدود في التدين ولا لا؟ يعني ايه هل في حدود في معرفش القروض حلال ولا لا؟ ويا ريت معلومه ملخصه. الأدينة ما اقدرش اتكلم فيها بصفه عامه. لكن معظم خليني دقيق، معظم التمويلات اللي البنوك بتديها دلوقتي علشان شراء سياره علشان شراء شقه
مش اسمها قروض، اسمها تمويلات، ودي جائزة ما فيش فيها حاجة. جائزة بس بفايدة، يعني أنا بستلف من البنك 100,000 جنيه. أي بقى مش بتستلفي من البنك، باخد من البنك 100,000 جنيه برجعهم له مثلا 120,000 عشان تشتري عربية، عشان اشتري عربية إذا توسطت السلعة حل البيع. إذا كان في سلعة في النص، في سلعة فيجوز. أي دي عايزة تفصيل شوية، دي عايزة تفصيل شوية. لكن لو قرض من باب القرض يعني، يعني قرض عشان محتاجة فلوس في إيدي، مش عشان انا عايز اشتري شقه، قرض علشان ما فيش سلعه، يبقى مفيش، يبقى لا يحل. يجب وجود سلعه. انت سهلتها كده قوي يا مولانا، يجب وجود سلعه. انا مش سهلتها، لا أنا... صح كده، سهله كده. يجب وجود سلعه في النص عشان في سلعة اطلع شبهه الربا من الموضوع، علشان نطلع شروط الحرمه. الحرمه علشان انا معلش حريص على استخدام الفاظ طبعاً صح، علشان بعد ذلك اذا شرحنا نعرف الكلام عشان طيب. نطلع شبهه الحرمة. وده خد جهد كبير جدا في التعاون بين الإفتاء ومجمع البحوث وبين البنوك للخروج بهذه الصيغة. طيب في سؤال طبعا، بس ده محتاج شرح طويل جدا أعتقد، فإن شاء الله نحاول المرة الجاية يكون معنا. بالنسبة للطلاق، حقوق الزوجة التي نص عليها القرآن الكريم، هل ممكن في ثواني ندي حقوق الزوجة؟ حقوق الزوجة يعني إذا طلقت الزوجة. بالنسبة للطلاق، إذا طلقت الزوجة طبعا تأخذ نفقتها ونفقة أولادها ونفقة متعتها، ويثبت لها الإقامة في منزل الزوجية مدة العدة، ويثبت لها الإقامة وغير ذلك مدة الحضانة إذا كانت حاضنة. طيب الأئمة الأربعة، لماذا الأربع مذاهب مختلفين عن بعض، مش متوحدين الا على الاربع صلوات؟ ده سؤال طبعا من المواطن الكريم. احنا عندنا 1200 مليون مساله، احنا عند مليون و200 مساله، 1000 200 ومليون مساله 200 ايه الرقم كام؟ انا اسف، مليون و200 مساله، مليون و200 مسألة. معظمهم متفقين فيهم المذاهب كلها، واحنا مش عندنا اربع مذاهب بس على فكره، احنا عندنا ما يصل الى 90 مذهب. طيب لو شخص، هذه معظمهم متفقين عليهم، واختلافهم الحمد لله رحمة بنستفيد منه. لو شخص غير مسلم دخل يصلي في المسجد، حرام ولا حلال؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام استقبل مسيحي بعض المسيحيين اللي في بعض المساجد لبعض الضرورات، وصلوا في المسجد. تربية الكلاب حلال أم حرام؟ تربية الكلاب لحاجة حلال، ما فيش فيها حاجة. الله عليك. طيب في سؤال معلش كان جاي امبارح وتكرر على صفحتنا على فيسبوك، هي سيده بتسال بتقول قتل النمل حلال ولا حرام؟ خلينا نعممها شويه. القوارض يعني لما اخبط برص، اموت سحليه، مش ما الحاجات دي انا مش مستحبه يعني، مش يعني الانسان ما يقدرش يتعايش معاها، ففي ناس بتذهب انها حتى قتل الصراصير والنمل تقلق انه يكون حرام. انا هقول القاعده العامه، ما يثبت ضرره يجب دفع الضرر بما يليق به، فاذا ما كانش في داعي ان احنا نقتله خلاص يعني بس ده اذا كان ممكن بغير القتل، ده حاجه تانية اكيد. مولانا انا فخوره وسعيده ومتشرفه جدا بوجود حضرتك معانا النهارده. شكرا لك. وحضرتك سمعت المواطنين هم بنفسهم بيتصلوا يقولوا نرجو ان اللقاء ما يكونش شهري، يكون مدته اقل، بس احنا مبدئيا باذن الله نخليه شهري ان شاء الله. نتمنى ان احنا نلتقي بحضرتك اكبر. كلمه اخيره تقولها لكل مصري ولكل عربي لكل مواطن لكل انسان بيتابعنا دلوقتي. من سعى بين الناس بجبر الخواطر وقاه الله شر المخاطر. جبر الخواطر على الله، احنا بنقول كده، على الله يعني أجره على الله، وعلى الله يعني حفظ صاحبه على الله، وجبر الخواطر قيمته كبيرة عند الله، ويقي من المخاطر ويقي من الأمراض. ربنا يجبر بخاطرنا جميعا. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين يا رب العالمين. بشكرك جزيل الشكر الدكتور خالد عمران، امين الفتوى بدار الافتاء المصريه. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا لوجودك معانا النهارده. ربنا يجبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطرنا، ودي تبقى دعوه حلوه قوي، يا ريت نروح لبعض ونقولها ونعملها. تجبر، تحاول يعني، او تدعي ربنا اهم حاجه سبحانه وتعالى، تقول له يا رب اجعلني ممن يجبرون بخواطر الناس. دي نعمه كبيره جدا جدا، لو نعرف قيمتها كلنا هنسعى ان احنا نساعد بعض بقدر المستطاع. أسيبكم بكرة بعض إن شاء الله مع حلقات صباح دريم ويكند، وبإذن الله لو لينا عمر أقابل حضراتكم السبت القادم 9 صباحا في صباح دريم.